بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. النهاردة الواحد زعلان بصراحة، يعني نتائج النهاردة منتخب مصر الشباب، الزمالك، الأهلي، حتى التعادل النهاردة مع سان داونز، نتائج سيئة جدا للثلاث فرق، وكنا نتمنى أن النتائج تكون أفضل عشان يعني نتكلم كلام حلو. النهاردة الكلام كله يعني على الماتشات كلام سلبي. يمكن النهاردة منتخب الشباب، طبعا كلنا شفنا خسارة منتخب الشباب من منتخب السنغال 4-0 على أرضنا هنا في استاد القاهرة. منتخب مصر للشباب ما حرص هدف في البطولة، 3 ماتشات بدون ما نحرز أي أهداف. خسرنا من نيجيريا 1-0، خسرنا النهاردة من السنغال 4-0، تعادلنا مع موزمبيق أضعف فرق في يعني أضعف فرقة في المجموعة. نتائج سلبية جدا. جيل بالكامل مشواره بينتهي على 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 مستوى المنتخبات، يعني ممكن حد منهم لو مميز ولا حاجة يطلع مع المنتخب الأولمبي، لكن أداء سيء جدا. ويمكن مش من النهاردة بس، من خلال ماتشات البطولة كلها منتخب الشباب يعني أدى بشكل سيء جدا. رغم الجيل ده أنا عارفه كويس جدا، يعني الجيل ده أنا متابعه من هم صغيرين، إن أنا ابني في نفس المرحله السنيه دي 2003، فكنت بتفرج على ماتشات الشباب وماتشات الناشئين وعارف لعيبه مميزه جدا، يعني في حوالي يعني 14 15 لعيب مميز جدا في منتخب الشباب، لكن شخصيه الفريق مش موجوده. وده انا بقول ده شغل مدير فني وجهاز فني، عشان نبقى واضحين، انتوا عارفين انا ما بعرفش الف وادور، شغل جهاز فني. ومش هقول مدير فني بس، طبعا كابتن محمود جابر ليه كل الاحترام والتقدير، الشخصيات الجميله جدا، لكن بتكلم كوره. لا، في المنتخب مش واضح طريقه لعب، مش واضح في شغل في الملعب، مش واضح من بدايه البطوله، مش من النهارده. يعني انا اتفرجت وتابعت برضو بعض الماتشات الوديه اللي المنتخب لعبها قبل كده وكاس العرب والكلام ده، واضح ان في مشكله فنيه في الفرقه كفريق جماعي. شخصيه منتخب مصر للشباب مش موجودة في الماتشات، مفيش شكل هجومي واضح أو شكل دفاعي بنشتغل عليه في المباراة أو جمل بتتكرر. فبالتالي النتيجة اللي احنا شفناها النهاردة وشفناها قبل كده، يعني أنا عمالين نحفز نفسنا، يعني حتى أنا طلعت بعد ماتش نيجيريا اللي فات لما خسرنا يوم الأربعاء، لما خسرنا 1-0 من نيجيريا، دايما كعادتي أو مفروض كعادة الإعلاميين كلها، اللي احنا ما نقطعش في المنتخب، ممكن ننتقد عشان الامور تبقى افضل، لان ده منتخب بلد، منتخب بلدنا اللي احنا عايزينه دايما افضل فريق، وبيلعبوا احسن كوره وبيعملوا احسن نتائج. لكن انا مسكت نفسي يوم الاربعاء اللي فات، رغم ان كنا خسرانين من نيجيريا، قلت لا لسه في امل، ماتش السنغال، رغم من جوايا انا عارف ان المنتخب مش هيعمل حاجه مع السنغال، منتخب الشباب من جوايا، بس طبعا ما اقدرش اقول كده، لا لازم، دول ولاد صغيرين ولازم نديهم امل، وقلنا نحفزهم اليومين دول خميس وجمعه على اساس يقدروا يعملوا ماتش كويس امام السنغال. لكن واضح ان المنتخب لا مش جاهز، رغم ان بقول لكم في عناصر كويسه قوي، يعني لو جبت لكم كده من خط الظهر من اول من حراسه المرمى لخط الدفاع للنص الملعب للمهاجمين، عندنا لعيبه كويسه جدا. انا شايف ان احنا المنتخب ده ما استفادش من الجهاز الفني كابتن محمود جابر، او ما قدروش يعملوا التركيبه المظبوطه، الشغل الفني داخل الملعب اللي انت بتعمل فرقه محترمه وفرقه قويه لمنتخب مصر بيلعب بطوله على ارضه هنا في مصر، بطوله افريقيا للشباب المؤهله الى كاس العالم. السن ده يا جماعه سن خطير جدا، لو انت ما عندكش منتخب قوي في السن ده، بعد كده قدام كمان 3-4 سنين هتلاقي منتخبك الاول ضعيف. يعني ارجع بالذاكره كده على مدار التاريخ، كان دايما منتخب مصر للشباب منتخب قوي جدا جدا، من ايام في الثمانينات كابتن هاني مصطفى، الجيل بتاع كابتن طاهر ابو زيد وكابتن خالد القماش وكابتن علاء ميهوب، والجيل ده كان جيل جامد جدا، اللي لعب كاس عالم مش عارف كان فين، كان في استراليا اعتقد، كاس عالم سنه حاجه و80 82 كان في استراليا، وكان عندنا منتخب جامد جدا، وكسبنا مش عارف انجلترا، وكسبنا مش عارف مين، عملنا ماتشات ألمانيا، وعملنا ماتشات جامدة جدا، ده في كاس عالم. بعديه كابتن شوقي غريب مع منتخب الشباب، خد تاني أفريقيا أو تالت أفريقيا، وبعدين لعب كاس عالم في الأرجنتين وخد
مركز ثالث على مستوى العالم، جيل بتاع وائل رياض وجمال حمزه وحسام غالي واحمد ابو مسلم وشريف اكرامي، كان جيل رائع رائع، وحسين امين، ويعني مش عايز انسى حد، ناس كتير. بيصلحوا لي بطوله الكاس العالم للشباب كانت سنه 81 بتاعت استراليا. كابتن شوقي غريب عامل فرقه جامده جدا، وكان جيل طلع منه نجوم الكره المصريه. قبليهم كان دكتور محمد علي الله يرحمه، كان عامل يعني جيل مميز جدا، وخد اعتقد بطوله افريقيا بالشباب دول، ولعب كاس عالم للشباب. كابتن حسن شحاته سنه 2002 مع منتخب مصر الشباب، الجيل بتاع حسني عبد ربه واحمد فتحي وعماد متعب وعمرو زكي والله يرحمه محمد عبد الوهاب وشريف اكرامي، وكان جيل رائع جدا جدا، واحمد وحيد الله يرحمه. يعني كان مجموعه من اللعيبه، وهاني سعيد كان مجموعه جامده جدا وفرقه قويه جدا. وبعد كده الاجيال دي كلها عملت نتائج وكسبت افريقيا وكسبت وراحت لعبت كاس عالم للشباب وعملوا ماتشات كويسه جدا. في ناس خدت مراكز زي كابتن شوقي غريب، خد ثالث عالم في الارجنتين 2001. كابتن ربيع ياسين لما كسب بالجيل بتاع تريزيجيه وكهربا ورامي ربيعه كاس افريقيا، كان في الجزائر اعتقد، كان في الجزائر. يعني احنا على مر التاريخ منتخبات الشباب والناشئين عندنا جامده جدا جامده جدا، وطلع اجيال من المنتخبات دي للمنتخب الاول. لكن معلش يا جماعه برضو انا مش عايز احمل اتحاد الكره الحالي المسؤوليه، ليه؟ ان الاختيارات دي كانت من اللجنه الثلاثيه، كان المهندس احمد مجاهد، اختيارات الاجهزه الفنيه وعلى اي معايير، يعني بتختار مدرب منتخب مصر مع احترامي. بص انا يعني انتوا عارفين الناس كلها فوق دماغنا، جهاز كابتن محمود جابر وقبليه كابتن محمد وهبه مع منتخب 2006 برضو اللي خرج، يعني كل الناس فوق دماغنا. لكن احنا محتاجين يا جماعه ناسس الكره المصريه كويس من الناشئين والبراعم تحت، مرورا بقى بالشباب وبعدين المنتخب الاولمبي وبعدين بيوصلوا للمنتخب الاول. ما هو ده يعني لما نيجي نشوف كده التجارب على مر التاريخ في مصر، حتى هقول في مصر وبعدين هديكوا تجارب، هديكوا تجربه اسبانيا وتجربه المانيا. يعني منتخب مصر اللي كسب 2006 و2008 و2010 كان 70% منه من الجيل بتاع كابتن شوقي غريب والجيل بتاع كابتن حسن شحاته في الشباب، حسني عبد ربه واحمد فتحي ومحمد عبد الوهاب وعمرو زكي وعماد متعب وحسام غالي وجمال حمزه واحمد ابو يعني اجيال. وطبعا دخل معاهم اجيال اكبر شويه وهم صغيرين برضو كانوا نجوم في منتخبات الشباب. فعشان كده قعدنا 6 7 سنين مسيطرين على الكرة في أفريقيا ووصلنا للمركز التاسع على مستوى العالم. فاختيار المدرب، اختيار المدرب، خلي بالكوا اختيار المدرب اللي بيدرب الناشئين والشباب والبراعم أهم من الفريق الأول، اللي انت بتأسس لعيب كورة وهو صغير. فعندنا مشكلة، عندنا مشكلة كبيرة جدا في المنتخبات الأعمار السنية المختلفة. لا، لازم يبقى في عناية أكتر. يمكن أنا برضو زي ما قلت لكم مش بحمل الاتحاد الكرة الحالي، عشان نقول حق ربنا يعني كان اختيارات من الاتحاد الكرة السابق، أستاذ أحمد مجاهد هو اللي اختار الأجهزة الفنية. ولكن اتحاد الكرة برضو عنده مسؤولية، اللي هو لازم بيتابع من ساعة ما تولى. يعني الأستاذ جمال علام تولى من نهار، احنا في شهر فبراير 2023 وتولوا في يناير 2022، يعني بقى لهم سنه وشهر. لازم تتابع، وفي كابتن حازم امام وفي كابتن محمد بركات نجوم كوره في الاتحاد الكوره، يتابعوا المستوى المنتخبات، هل المنتخب ده ماشي كويس، ماشي صح، مش ماشي. احنا ما بنشوفش النتائج الماتشات غير لما بنتفرج على الماتشات، لكن هم من خلال كاعضاء مجلس اداره ورؤيتهم داخل مجلس الاداره، لازم الاتحاد الحالي حتى لو مش هو اللي جايب الجهاز الفني لازم هو يتابع ويشوف المنتخب ده ماشي على الطريق الصحيح ولا لا. زي مثلا كابتن محمد بركات مع المنتخب الاولمبي، ان هو المشرف على المنتخب الاولمبي. فزعلان جدا، انا زعلان جدا، الولاد دول اتظلموا، ان هم دول ما خدوش حاجه، الولاد دي ما خدتش حاجه. انا بتفرج عليهم النهارده اكنك جايب ناس من صحابك بتلعبوا في الشارع مثلا وجايبينهم، ما فيش شغل في الملعب. فحرام، حرام ان لعيبه زي دي، ولعيبه كويسه جدا، لعيبه كويسه جدا، عمر فايد اللي بيلعب في المقاولين، اللي بشوفه مع كابتن شوقي غريب في المقاولين مكسر الدنيا، احمد نادر السيد، مصطفى مخلوف حارس الاهلي، واحمد نادر السيد حارس محترف، ايشو لعيب كويس قوي، العسقلاني
لعيب كويس قوي، الساعي بتاع الاسماعيلي لعيب كويس جدا، يوسف حسن لعيبه كتير، مش عايز انسى حد، رأفت خليل، يعني انا شفت عناصر كويسه جدا، بس احنا كفريق مفيش شخصيه منتخب الشباب، وده يعني لازم نقف ونخطط ونشوف، ما يبقاش الدنيا بتعدي كده بينا واحنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. خساره النهارده مهينه جدا امام السنغال في كاس امم افريقيا للشباب 4-0، وخروج المنتخب المصري من الدور الاول بنقطه وحيده وبدون ما نحرز ولا هدف، بدون ما نحرز ولا هدف. يعني لازم يا جماعه المسؤولين في اتحاد الكوره لازم، واعتقد ان وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي انا كنت بتكلم معاه هيتدخل وهيراقب وهيتابع القصه ان الدنيا ما تمشيش كده. ما ينفعش يبقى عندنا منتخبات ضعيفه، ويعني ده يديك مؤشر ان بعد كده المنتخبات الكبيره مش هيبقى عندك منتخب قوي. على سبيل المثال اسبانيا لما خدت كاس العالم في 2010 و2012 بطلت اوروبا، و2010 كاس العالم اللي خدوه في جنوب افريقيا، كانوا الجيل ده بتاع تشافي وانيستا وبوسكيتس ومش عارف مين ومين ومين، الجيل بتاع منتخب اسبانيا ده كان طالعين ان هم صغيرين مع بعض وبيتم اعدادهم وكل سنه، ولغايه ما وصلوا بقى في التوب فورم في 2010 وخدوا كاس عالم وكانوا مسيطرين على الكوره. اسبانيا 2010 ابطال كاس عالم، 2012 ابطال اوروبا اسبانيا، المانيا مع يواكيم لوف، الجيل ده بتاع المانيا كان بيتم اعدادهم ان هم صغيرين في المراحل السنيه المختلفه، قال لك كانوا بيلعبوا مع بعض 8 سنين لغايه ما بقوا ابطال العالم في 2014 منتخب المانيا في البرازيل وكسر البرازيل 7 في الدور قبل النهائي. في شغل، في استراتيجيه، في خطه، في تدريبات، في ناس مؤهله ان هي تمسك الاعمار السنيه دي وتديها خبرات وتعدها وتاهلهم عشان يبقوا عندنا منتخبات مميزه. حاول في النهايه هارد لك، لكن لازم نقف في الحته دي ونشوف ونخطط ونشوف ايه الغلط بتاعنا ونشتغل صح في الفتره دي عشان يبقى عندنا منتخبات قويه خلال الفتره القادمه. طبعا خسارتنا النهارده خساره يعني خساره سيئه جدا، 4-0 من المنتخب السنغالي. الناحيه الثانيه نيجيريا كسبت موزمبيق 2-0، وطبعا المجموعه بتاعتنا مش هياخدوا منها افضل توالت، اللي احنا مع مصر وموزمبيق الثالث والرابع عندهم نقطه، فهياخدوا افضل توالت من المجموعات الاخرى. طبعا كده السنغال صعدت في المركز الاول بالعلامه الكامله 9 نقاط، ونيجيريا صعدت في المركز الثاني، دول الاول والثاني من المجموعه الاولى، ولسه بكره بقى ان شاء الله وبعده هتتلعب لقاءات المجموعه الثانيه ولقاءات المجموعه الثالثه، وهنعرف اول ثاني يعني المجموعات الثانيه عندها فرص. دي ترتيب المجموعه بتاعتنا، السنغال 9 نقط، نيجيريا 6 نقط، موزمبيق نقطه، مصر نقطه، خلاص كده مش هناخده. المجموعه الثانيه لسه بكره في ماتشات، جمهوريه افريقيا الوسطى بكره هتلاعب الكونغو، واوغندا هتلاعب جنوب السودان، المجموعه دي هيطلع منها افضل ثالث، هنشوف بكره يعني متوقع ان الكونغو واوغندا وجنوب السودان يعني هم اللي يطلعوا في المراكز الثلاثه الاولى، وفي المجموعه بتاعت جامبيا وبنين وتونس وزامبيا برضو لسه ماتشاتها هتكون بعد بكره ان شاء الله، والجوله الاخيره في المجموعه وهنعرف بقى الفرق اللي هتصعد، لكن احنا خلاص بره اللعبه خالص بعد المستوى السيء والشكل الجماعي السيء لمنتخب مصر، زي ما بقولت لكم رغم ان عندنا لعيبه بتشتغل بشكل فردي كويس جدا، لكن كشكلنا كفريق جماعي لا، ضعيف جدا جدا جدا، و يعني كمان البطوله على ملعبنا، ويعني حاجه تزعل، حاجه تزعل بشكل جامد جدا. لازم نقف عند الحته دي ونحاسب ونشوف ومين المسؤول، و يعني مين المسؤول، بس نخطط كمان للمستقبل، نخطط بعد كده يبقى عندنا مدربين مميزين في الاعمار السنيه المختلفه. احنا عندنا خامات كويسه وعندنا لعيبه كويسه جدا وعندنا مواهب مصريه مميزه جدا جدا في جميع الاعمار السنيه، بس مين اللي ياخد اللعيبه دي وهم صغيرين ويأسسهم صح ويشغلهم صح ويعمل شكل تكتيكي للفرقه، وندافع ازاي ونهاجم ازاي وانسجام، لا قصه بتتعامل كمان مع اعمار سنيه صغيره، ليها تدريب معين، ليها معامله معينه، ليها تغذيه معينه، حاجات كتير جدا، علم كبير لازم يبقى الناس اللي بتتولى تدريب الفئات العمريه دي يبقى عندهم خبرات كبيره جدا.
طيب ده بالنسبه لمنتخبه النهارده. للاسف قلت لكم يعني كل الكلام سلبي على النتائج اللي حصلت النهارده. الزمالك خسر من الترجي 2-0، وشفت النهارده يعني مستر فيريرا بدا بشكل تشكيل دفاعي بحت، ويمكن حتى ما نجحش ان هو يدافع كويس، وحط ناس كتير في نص الملعب بتدافع، الكره ما كانتش بتطلع صح من نص الملعب، كانش في شكل هجومي النادي الزمالك غير بعض المحاولات الفرديه من شيكابالا واحمد سيد زيزو وسيف الجزيري في بعض الاحيان، لكن التشكيله بتاعت بدايه الماتش فيها عدد كبير جدا جدا من المدافعين. يعني بصوا الزمالك النهارده بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع، ماشي، حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وحمزه المسلوس، دول الثلاثه المدافعين. الزمالك بيلعب 3-4-3، ماشي، ادي الثلاثه بتوع ايه خط الظهر، معاهم محمد عبد الشافي عمر جابر، يعني اكننا بنلعب بخمسه، ماشي لحد كده اوكي، عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا كمان، يعني بتلعب بسبعه بيدافعوا ومعرفناش ندافع، يعني سبعه بيدافعوا ومعرفناش ندافع. الزمالك النهارده كان فريق ترجي سهل الاختراق، الترجي كان بيوصل بسهوله لمرمى الزمالك، الزمالك كان كورته النهارده في نص الملعب، الكوره بتتقطع بسهوله جدا من نص الملعب، مفيش لعيب اللي في نص الملعب اللي بيمسك كوره ويقف عليها ويوزع اللعب بشكل صح. نبيل عماد دونجا وعمرو السيسي كل الكور مقطوعه منهم النهارده، مفيش تكمله هجوميه، التغطيه والضغط كان سيء جدا في نادي الزمالك. الزمالك يمكن فرصه ولا فرصتين تسديدتين، لكن خساره برضو. يعني انا شايف طريقه اللعب النهارده والتغييرات والتشكيل كل حاجه ملخبطه النهارده في نادي الزمالك، وبالتالي الزمالك خسر النهارده من الترجي 2-0. وحمدي الهوني النهارده يعني تلاعب بحمدو الهوني تلاعب باللاعب الليبي في لاعب نادي الترجي، تلاعب بدفاع نادي الزمالك واخطاء ساذجه، وحتى الزمالك وهو خسران 1-0 ما تحسش ان الزمالك ممكن يتعادل، ما تحسش ان الزمالك ممكن يتعادل، في عقم هجومي ومفيش تكمله هجوميه من نص الملعب، الكره بتتقطع بدري من لعيبه الزمالك، في تكتل من لعيبه الزمالك وبدون تنظيم. حتى الهدف اللي جه في نادي الزمالك الهدف الاول كره يعني في اخر ال 18 كده عند خط الكورنر من ناحيه اليمين، والراجل بتاع الترجي بيرفع الكوره، نبيل عماد دونجا سايبه يرفع، يقفل عليه، اضغط عليه بس ما تخلوش يعمل الكره العرضيه، سابه الراجل رفع، عواد طلع غلط، الكره عملها بالبوكس نزلت تحتيه، راح الراجل بتاع الترجي حاطط الجون، بقت النتيجه 1-0. الزمالك هجوميا رغم ان الزمالك كان ممكن، يعني انا من وجهه نظري كان في تشكيل افضل من كده، الزمالك يبدا بشكل افضل من كده. فيريرا النهارده خايف زياده عن اللزوم قوي من الترجي، وبالتالي خوفه ده اللي خسره النهارده، يعني خوف فيريرا المبالغ فيه في ماتش الترجي النهارده من بدايه المباراه، التشكيله الدفاعيه اللي لعب بيها. انا دايما يعني لما بتكلم على الزمالك، الزمالك فرقه كبيره حتى لو في الفتره الحاليه مش في افضل حالاتها الفنيه، لكن فرقه كبيره، لما اروح العب مع الترجي ما ينفعش العب جيم دفاعي كده ولاعب سبعه ورا ومنفصلين تماما عن الناس اللي قدام، سيف الجزيري وشيكابالا واحمد سيد زيزو، في جاب النهارده الزمالك هو بيطلع بالكوره ميس باص كتير قوي من نص الملعب، اللعيبه كلها متكتله، ورغم ان الزمالك بيلعب بخمسه في خط الدفاع، خمسه ثلاثه بتوع القلب عبد الغني وحسام عبد المجيد والمسلوسي وعبد الشافي وعمر جابر، ادي خمسه، واثنين في نص الملعب بيدافعوا بس دونجا وعمر السيسي، سبعه. رغم كده الترجي كان بيوصل بسهوله لمرمى نادي الزمالك، الزمالك مش قادر يطلع بالهجمه. انا كنت شايف ان لا يلعب جيم متوازن، الزمالك راح تونس عايز يكسب، ما يكسبش بالطريقه دي، ما يكسبش بالطريقه دي. وبعدين التغييرات متاخره، والتغييرات يعني تحس الدنيا ملخبطه، واحنا بنتفرج على الماتش تحس ان الزمالك يعني حتى الترجي في الشوط الثاني هديه، فريق الترجي هدي في الشوط الثاني، ما راحش كتير لمرمى الزمالك، لكن الزمالك نفسه مش قادر يوصل لمرمى الترجي، كره ما تطلعش صح من نص ملعب نادي الزمالك، وايضا ما فيش تكمله هجوميه من الاطراف، ما فيش تكمله هجوميه من نص الملعب، فبتلاعب ثلاثه اللي هو سيف الجزيري وزيزو وشيكابالا على ست سبع لعيبه من الترجي، مش هيقدروا يعملوا حاجه، مش هيقدروا يعملوا حاجه. الترجي فرقه برضه عندها خبرات، وفرقه عندها معنويات عاليه، كسبانه ماتشين
بيأدوا بشكل كويس الفترة الحالية مع الكابتن نبيل معلول ومتصدرين المجموعة. النهاردة الترجي 9 نقط خلاص، يعني العلامة الكاملة من 3 ماتشات. الزمالك عنده نقطة واحدة من 3 جولات، الزمالك خسر من شباب بلوزداد، اتعادل مع المريخ السوداني في ليبيا، وخسر النهاردة من الترجي. الزمالك عشان يصعد لازم يكسب ال3 ماتشات اللي جايين، يكسب الترجي في مصر هنا الماتش الجاي. وطبعا الموضوع بقى صعب دايما، يعني بقى فيه موضوع بقى مستحيل. ليه هتقولي مستحيل؟ ما الكرة فيها كل حاجة. ده ترتيب المجموعة. هتقولولي ليه مستحيل؟ ان الكرة دايما ما بتجيش كده طق بدوسة زرار، النتائج ما بتجيش كده بدوسة زرار. يعني ايه؟ يعني انا في مؤشرات الزمالك الدهاني في ال3 ماتشات، ماتش بلوزداد وماتش النهاردة الترجي، يمكن ماتش المريخ كان افضل شوية من الماتشين دول كأداء بالنسبة للزمالك، فالأداء وحش. ايه المؤشر اللي يخليني او الحاجة اللي تديني ثقة ان الزمالك يقدر يعمل حاجة في الماتشات اللي جاية؟ هنعيش على الامل ما ادام في ماتشات وفي ناقص لسه 9 نقط بره، يعني 3 ماتشات ب9 نقط، هنعيش على الامل. لكن الاداء مخليني محبط، بتفرج على الفرقه لا مفيش كوره، مفيش شكل هجومي، في تكتل دفاعي بس من دون تنظيم. يعني شفنا الاهداف بتيجي في الزمالك زي الشوط الثاني في اخر الماتش، حمدي الهوني قطع الكوره من سيد ديمار وراح معدي مفيش حد بيقابله، طكر عامل الكوره بالعرض، الراجل حطها بتاع نادي الترجي اللي هو محمد بن رمضان، محمد علي بن رمضان في الدقيقة 92، ومحمد علي بن حمودة اللي جاب الجول الأول في الدقيقة 35. فأنا شايف إن كان النهاردة، يعني أنا كنت أتمنى إيه؟ أتمنى إيه؟ ألعب بثلاثة في قلب الدفاع، بس أحط سيد نيمار ناحية اليمين، أبدأ بسيد نيمار وألاعب سيف جعفر. ما سيف جعفر بقاله ماتشين ثلاثة بيلعب في الدوري، ولعب ماتش المريخ السوداني. خايفين من إيه النهاردة أمام الترجي؟ ما أنت خلاص أنت رايح مفروض قلبك ميت كده كده، عايز تعمل نتيجة إيجابية، فحط اللعيبة والعب كورة. يعني أنت عارفين لو الزمالك النهاردة لعب كورة واتغلب مش هنزعل، هنقول الزمالك أدى وكده. لكن في خوف مبالغ جدا جدا من فيريرا النهاردة في التشكيل، في شكل الأداء جوه الملعب. زي ما قلت لكم عندنا 3 مشاكل كبيرة في الزمالك النهاردة، في تكتل زيادة عن اللزوم من الفرقة في النواحي الدفاعية، مفيش هجمات للزمالك، انطلاقات من الأطراف، ودايما الزمالك مميز في الاطراف. عبد الشافي وانا بقول كان سيد نيمار يلعب النهارده من بدايه المباراه، انه ماشي بشكل كويس الفتره اللي فاتت. نص الملعب، التقل بتاع نص الملعب كان الزمالك عنده قبل كده طارق حامد وفرجاني ساسي او امام عاشور، ناس بتلعب كره لقدام، ناس بتعمل التكمله الهجوميه، ناس بتشوط، ناس بتعمل ثرو باس تمريره، مفيش الكلام ده النهارده خالص من دونجا وعمر. في نص الملعب كل كرة بتتاخد بتتقطع فالهجمة تترد على نادي الزمالك، مفيش بناية هجمة، ما بتبنيش هجمة من تحت عشان تبقى هجمة مظبوطة كده زي، أو حتى كرة طولية. طبعا كل فترة زي ما قلت لكم اللعيبة المميزة بتمشي من نادي الزمالك أو بتتباع من نادي الزمالك. أنا شايف الزمالك متأثر برحيل إمام عاشور في الفترة الحالية. إمام كان يعني لعيب نص ملعب بيلعب 8، بيدافع كويس وبيعمل التكمله الهجوميه وبيروح يشوط وبيخترق وبيعمل كره عرضيه وبيعمل 1 2 وبيشتغل، مفيش الكلام ده. كان النهارده لا، العب العب كوره، العب كوره، ما انت خلاص مع يعني الموضوع رايح تلعب الترجي، لو دفعت بالشكل ده اتغلبنا برضه في الاخر، ما لعبناش كوره، الاداء سيء والتشكيل سيء والاداء طول المباراه ما تحسش ان الزمالك ممكن يجيب جول. الترجي بخبرته قدر يخلص الماتش ويستغل اخطاء نادي الزمالك والثغرات اللي موجوده في خط الدفاع، يعني جونين اخطاء ساذجه من لعيبه نادي الزمالك. لكن في النهايه هقول ايه؟ وبرده كنت اتمنى ان شيكابالا ما يبداش، كنت عايز شيكابالا، يعني التشكيل اللي انا كنت اتمنى ان الزمالك يلعب بيه كان يلعب بعواد ويلعب بحسام عبد المجيد وعبد الغني والمسلوسي. انا قلت حتى التشكيل ده يوم الاربعاء اللي فات، قلته هنا في البرنامج، ويلعب بسيف جعفر في نص ملعب ونبيل عماد دونجا. لازم يبقى عندي لعيب نص ملعب بيزيد عشان يقدر يشتغل ويشغل الناس اللي قدام، عبد الشافي وسيد نيمار، ويلعب قدام عنده بقى 3 لعيبة، عنده زيزو وعنده سيف الجزيري، دول اللي هيبدأ بيهم. يبدأ بقى بناصر منسي، يحط مهاجم ويخلي سيف الجزيري على الشمال، أي حد. لكن الزمالك النهاردة كان متكتف هجوميا. شيكابالا برضه
ممكن يلعب ينزل يبقى تغييره كويس. الجهد البدني برضو شيكابالا لاعب كتير الفترات اللي فاتت، السن شويه كبر بشيكابالا، لازم اختار له التوقيت اللي لعبه فيه عشان ينزل يفرق مع الفرقه. يعني شيكابالا لما كان بيقعد احتياطي وبينزل في الدقيقه 60 ياخد النص ساعه الاخيره بيشتغل بشكل كويس جدا، وبينزل يفرق مع الفرقه وبيبقى فايق، والفرقه اللي قدامه بتبقى بدنيا قلت شويه فبينزل يعمل فرق. فطبعا النهارده برضو خساره لنادي الزمالك بتصعب الامور، رغم ان الزمالك لسه عنده 3 ماتشات بس لازم يكسب الثلاث ماتشات عشان يصعد. عنده الماتش الجاي الترجي في مصر، وده هي المباراه الفاصله بقى عشان تكمل، لازم تكسب الترجي، وبعدين هيسافر لشباب بلوزداد الجزائري في الجزائر، وبرضه لازم يكسب شباب بلوزداد بشرط انه يكون كسب الترجي، وبعدين مباراه المريخ السوداني المباراه الاخيره بالنسبه لنادي الزمالك. التغييرات اللي حصلت حتى برضه احمد بالحاج لسه لعيب جديد في نادي الزمالك برضه النهارده، يعني ما بد يعني طريقه او وقت الدفع بيه في المباراه ما حسسناش باحمد بالحاج كلاعب مهاري ولاعب مميز جدا، كان لازم ياخد فتره اقل من كده. لكن يعني النهارده والله كان يبدا بيوسف اسامه نبيه ناحيه الشمال، يوسف قوي وسريع وبيأدي بشكل مميز جدا، وراجل بصير وراجل بيعرف يجيب جون. كان ممكن يوسف اسامه نبيه يبدا النهارده من ناحيه الشمال مع سيف الجزيري واحمد سيد زيزو، او ناصر منسي. انا قلت لكم ناصر منسي لعيب كويس جدا، يبدا مهاجم، سيف الجزيري يبقى من ناحيه الشمال وزيزو من ناحيه اليمين. يعني احنا خلاص بنتكلم وبنرغي بنقول لو لو لو، لكن هو اللي خلانا نتكلم كده طبعا في اسباب كتيره للخساره، وفي اداء سيء النهارده، وفي خساره لنادي الزمالك في بطوله افريقيا، ويعني كان الامل في نادي الزمالك او في الجماهير ان الزمالك يعمل حاجه في بطوله افريقيا ويمشي بشكل كويس. ده بالنسبه للزمالك. نروح للاهلي، والاهلي برضو النهارده الشوط الاول سيء جدا. الشوط الاول انا اتفرجت على المباراه، برضه هتكلم على التشكيل، مش عارف ليه كولر مصر ان يلعب بيرسي تاو فيرويد، مش عارف يعني ما نجحتش في ماتش الهلال السوداني وما نجحتش في ماتشات كتير، وبرضه مصر ان هو يبدا ببيرسي تاو. الناس تقول ايه اصله بيلعب بيرسي تاو، كان بيلعب في سان داونز فحافظ اللعيبه بتاعه سان داونز. طب لعبه في مكانه، لو عايز تلعبه لعبه في مكانه. النهارده النادي الاهلي على استاد السلام وسط جماهيره، والاهلي كان لازم يكسب النهارده سان داونز. الاهلي على فكره كده في خطر، الاهلي في بطوله افريقيا في خطر، ممكن ما يصعدش. ليه؟ عنده الاهلي ناقص له 3 ماتشات، ناقص له 4 ماتشات هنحسبها، بس خليني اتكلم الاول اقول لكم التشكيل وكده. انا برضو مش عارف ايه السبب ان كهربا ما يلعبش من بدايه المباراه او محمد شريف في خط الهجوم. يعني احنا جربنا بيرسي تاو في ماتش الهلال ما نجحش، بيرسي تاو كمهاجم انت عندك دايما التركيبه الهجوميه بتاعتك المميزه شريف عبد القادر الشحات او كهربا عبد القادر الشحات، زي ماتش اسوان وزي كاس العالم للانديه. بيرسي تاو لعبته في ماتش الهلال ما نجحتش هجوميا، ما الاهلي ما راحش للجول في المباراه كلها، يعني كورتين كده في اول الماتش وخلاص. راح لاعب بيرسي تاو النهارده مهاجم مستر كولر، مش عارف يعني وضع غريب بصراحه بالنسبه لبيرسي تاو. بيرسي تاو لعيب كويس بس برضه يبقى تغييره. وفوجئت النهارده ان برضه حمدي فتحي كان قاعد احتياطي، مش عارف حمدي فتحي متعور ولا ايه. يعني انا بالنسبه لي التشكيل الافضل للاهلي، يعني هي دي بس اللي خلي بالك اللي انا معترض عليها في الاهلي، اللي هي موضوع بيرسي تاو. يعني مروان عطيه كان كويس مش وحش، لكن حمدي فتحي خبراته اكبر، فكان من وجهه نظري كان لازم يبدا بحمدي فتحي ويبدا بمحمد شريف او كهربا مكان بيرسي تاو في خط الهجوم. الاهلي برضو ما عندوش المحطه الهجوميه اللي تتلعب لها كور عرضيه او كلها شغل اختراقات عشان بيرسي تاو قصير، فطبعا ما عرفش يتعامل النهارده، رغم النادي الاهلي ضغط من قدام على فريق سان داونز اللي كان مصمم فريق سان داونز يبدا الهجمه ويبني الهجمه من تحت، ولكن كان في خطوره كبيره على الاهلي في الشوط الاول، في 3 4 كور لسان داونز خطر جدا على مرمى محمد الشناوي لغايه ما سان داونز قدر يسجل هدف. في ثغرات في دفاع النادي الاهلي برضو النهارده. الشوط الثاني
بدأ الشوط الثاني راح منزل ياسر ابراهيم مكان محمود متولي، وبعدين اتأخر شويه طبعا اتحسبت ضربه جزاء للاهلي بتاعت محمد هاني وضاعت. الشوط الثاني كان مختلف، كان باين ان لعيبه النادي الاهلي عايزه تعمل حاجه في الشوط الثاني عشان تعوض طبعا التأخر بهدف في الشوط الاول. نزل كهربا مكان قفش، انا بقول كان كهربا ينزل، بس قفشة كان اشتكى عشان يتعور، يعني قفشة كان عنده إصابة فاشتكى، فنزل كهربا مكان قفشة، ونزل طاهر محمد طاهر مكان عبد القادر، والأهلي قدر فعلا يحرز هدف التعادل بضربة رأسية لمحمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي اللي جاب هدف الأهلي في الدقيقة 59، وتعادل للنادي الأهلي، بقت النتيجة 1-1. بعديها حسين الشحات جاب جون حلو قوي في الدقيقة 74، وبقت النتيجة 2-1، ودي النتيجة اللي احنا عايزينها عشان الأهلي ياخد 3 نقط عشان يبقى عنده فرصة في الصعود، ان دلوقتي بقى سان داونز عنده 7 نقط، والهلال السوداني عنده 6 نقط، ان الهلال كسب القطن الكاميروني في الكاميرون، فبقى الهلال 6 نقط، وكان كسبان قبل كده الاهلي وكان خسر من سان داونز، فالهلال بقى 6 وسان داونز 7 والاهلي نقطة، بس الاهلي طبعا ليه مباراة مؤجلة بتاعة القطن. المهم الاهلي جاب الجون الثاني، وقلنا خلاص حسين الشحات جاب جون حلو قوي، وقلنا خلاص 2-1 والمباراة خلصت، وشفنا بقى بعض في الاخر الاخطاء والضغط فريق سان داونز لغاية ما احرزوا هدف التعادل، وخلصت المباراة 2-2 ما بين النادي الاهلي. يمكن انا ما اتفرجتش عشان برضه مفتيش معاكم شويه، كان اخر 10 دقايق كنت في الاوضه بلبس، فما شفتش اخر 10 دقايق من المباراه، اللحظات اللي اتعادل فيها سان داونز، وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي 2-2. الاهلي في خطر ليه بقى؟ الاهلي دلوقتي ناقص له كام ماتش؟ 4 ماتشات ماشي؟ نقول ان الاهلي لازم يكسب القطن الكاميروني رايح جاي زي ما الفرق كلها بتعمل، يعني سان داونز والهلال بيكسبوا القطن الكاميروني، هو يعني هنسمي القطن الكاميروني مع احترامي ليهم طبعا، هم الحصاله بتاعت المجموعه ماشي. الاهلي عنده نقطه بس الاهلي لعب مباراه اقل، فالاهلي لازم يكسب القطن الكاميروني رايح جاي، ولازم يكسب الهلال هنا في مصر. بس طبعا عشان عقبال ما نوصل للكلام ده، الاهلي الماتش الجاي خطر جدا، لازم الاهلي يكسب القطن رايح جاي، ولازم يكسب الهلال ويحاول يعمل تعادل مع سان داونز في جنوب افريقيا. فكويس ان الاهلي طبعا يعني عراقي صلح لي للماتش الجاي للاهلي مع القطن الكاميروني مش مع سان داونز، عشان دي المباراه المؤجله من ساعه ما كان الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه. فالتعادل النهارده بيخلي فيه ضغوط على الاهلي خلال الفتره القادمه عشان يقدر يصعد من المجموعه الى دور الثمانيه، وبقت المنافسه قويه جدا، وشفنا طبعا الهلال السوداني بيقدم مستوى مميز جدا وماشي بشكل كويس مع فريق سان داونز، فان شاء الله الاهلي يكسب المباراه القادمه مع القطن الكاميروني ويعدل اوضاع المجموعه مره اخرى. فنتمنى يعني الكلام ده النهارده، بقول لكم الواحد جاي مقريف كده من النتائج بتاعه الماتشات النهارده كلها، سواء منتخب الشباب او الزمالك، وحتى الاهلي يعني كان خلاص قريب من المكسب، وفي الدقيقه 80 قدر مورينا يتعادل لسان داونز في الدقيقة 80، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. طيب خليني أقول لكم كده بعض الأخبار عن الماتشات. فيريرا قال الزمالك، مدير الفني الفيريرا بعد المباراة قال الزمالك لسه عنده فرصة في التأهل. نبيل معلول قال الزمالك فريق ممتاز والترجي استغل الفرص خلال اللقاء. ده بالنسبة للزمالك. اجتماع طارئ لاتحاد الكورة عشان يشوفوا، يعني اجتماع بكرة إن شاء الله الساعة 12، لحد بكره الساعه 12 اتحاد الكره هيجتمع عشان طبعا يناقشوا اسباب خساره منتخب الشباب والخروج بشكل سيء جدا من بطوله امم افريقيا للشباب. مدرب شباب السنغال مالك داف قال حققنا التاهل بعد الفوز وهدفنا حصد لقب البطوله. ده بالنسبه لاتحاد الكره ومنتخب مصر للشباب. خلينا نروح نشوف تقرير بعد انتهاء مباراه مصر والسنغال بفوز السنغال 4-0، نشوف اللعيبه قالت ايه، لعيبه منتخب مصر ولعيبه منتخب السنغال والمديرين الفنيين، ونرجع نكمل تاني مع بعض في الكوره كله.
مبروك طبعا على الفوز النهارده، ومبارك لهم على الحصول على نقطه كامله وتسع نقاط. ايه ميرسي ميرسي. الحمد لله على الفوز، احنا لعبنا مع ثلاث فرق كبيره وكان الموضوع صعب، وعرفنا في الاخر ان احنا نحصد التسع نقاط بعد مباريات كتير صعبه. طموحاتهم ايه في البطوله؟ يعني ايه طموحاتهم في البطوله السنه دي؟ ان احنا نكسب البطوله دي ان شاء الله. شايف ان الوصول لكاس العالم تقدروا تحققوا حاجه في كاس العالم لو وصلتوا كاس العالم ان شاء الله؟ طبعا احنا شايفين ان احنا نقدر نحقق نتيجه كويسه، بس قبل ما نتاهل لكاس العالم لازم نخلص بطوله افريقيا، لازم الاول نكسب البطوله دي وبعدين نتفكر في كاس العالم. عايز اعرف انطباعك يعني البطوله بوجه عام يا احمد. طبعا مش هكدب عليكم، البطوله مش احسن حاجه بالنسبه لنا، متضايقين جدا ومش عايز انا اتكلم دلوقتي بعد الخساره، ممكن اقول حاجه مش صح او غلط. ف اللي عايز اقوله بس اللعيبه عملت يعني مش عملت عليها، عشان الماتش الاخير ده مفيش توفيق، كنا ممكن نخلص الماتش من بدري الشوط الاول، حتى الشوط الثاني، في اول الشوط الثاني جالنا فرصه نغير نخلص بيها الماتش. اللي ضايع يستقبل، اللي ضايع اي كوره يستقبل بقى اللي هيحصل له. فاحنا انا شايف ان احنا البطوله كلها ممكن قله خبره، بس احنا عندنا لعبنا بطولات كتير ولعبنا بطولات كويسه، فانا شايف ان البطوله دي بس مش احسن حاجه لينا. بس ده ما يمنعش ان الجيل ده، او ما يقولش ان الجيل ده وحش، الجيل ده مليان لعيبه كبيره جدا ولعبت اصلا ممتاز قبل كده. احنا والله العظيم تعبنا والله في تمارين وكل الحاجات دي، وعملنا خطط كتير قوي، واحنا التناغم والانسجام مع اللعيبه كان احسن حاجه، بس هو للاسف ما كانش معانا توفيق ربنا والله. مجموعه كانت صعبه من وجهه نظرك؟ احنا اصعب مجموعه في البطوله كلها، يعني احنا معانا السنغال وموزمبيق، على فكره مش فرقه سهله، موزمبيق فرقه صعبه، ونيجيريا برده صعبه جدا برده. بقول احنا اسفين، احنا اسفين، حاولنا نعمل كل اللي نقدر عليه بس ما فيش توفيق يعني الحمد لله. هل عامل الخبره كان ليه دور في البطوله ديت؟ هم لعيبه محترفين، هم لعيبه محترفين بره في اوروبا، فرق معاه؟ ما لهاش دعوه، هم لعيبه محترفين، احنا في لعيبه كتير بتلعب فريق اول، ما فيش فرق، كل واحد السن ده ما بيبقاش فيه فرق، بس في الوقت الفرديه دي بسبب يعني نفسيا، يعني احنا كان فيها حاجات بره عن ارادتنا، ما كناش احنا تعبنا، عملنا كل اللي علينا، بس ما اعرفش كان في سوء توفيق. طبعا يعني الواحد زي ما قلت لكم النهارده النتائج مش ظابطه كده مع الفرق المصريه كلها، لكن في حاجه مضيئه يعني كنا لازم نبدا بيها النهارده الحلقه، حاجه مضيئه وجميله جدا يعني وسط الاحزان بتاعه كره القدم. منتخب كره السله، منتخب كره السله امبارح فاز على المنتخب التونسي امبارح 71-67، فرق 4 نقاط، والمباراة دي صعدت منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة، المنتخب الأول لكرة السلة. فدي حاجة مضيئة، ولسابع مرة بيتأهل منتخب مصر لكرة السلة إلى بطولة كأس العالم لكرة السلة، حاجة جميلة جدا. بهني طبعا الأستاذ مجدي فريخة رئيس الاتحاد لكرة السلة ومجلس الإدارة، جهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، اللعيبة، وزارة الشباب والرياضة، وكل القائمين على منظومة كرة السلة في مصر. الدوري كمان بقى قوي جدا السنوات اللي فاتت، السنة دي والسنة اللي فاتت واللي قبليه، آخر 3-4 سنين في طفرة في كرة السلة، وبالتالي النتيجة اللي احنا صعدنا لكأس العالم ما شاء الله، عاملين ماتشات قوية جدا في التصفيات دي، المرحلة الأخيرة من التصفيات، كان يكفينا بس الفوز على منتخب تونس امبارح، في لسه يعني الكاميرون، لعبنا الكاميرون النهاردة ولسه بكرة هنلاعب جنوب السودان، بس كان يكفينا ان احنا نكسب تونس، كان يكفينا ان احنا نكسب تونس، وقدرنا امبارح نكسب تونس زي ما قلت لكم 71-67، وتأهل منتخب مصر لكرة السلة إلى بطولة كأس العالم، حاجة رائعة جدا جدا جدا، ومبروك للشعب المصري، ومبروك زي ما قلت لاتحاد كرة السلة برئاسة الكابتن مجدي فريخة. في تخطيط وفي استراتيجية وفي ناس شغاله صح، وناس بتجيب مدربين مميزين، وناس بتعد منتخبات من وهي صغيره، زي منتخب كره اليد وزي اتحاد كره اليد اللي بيجيب
مدربين على اعلى مستوى في المراحل السنيه الصغيره. عندنا منتخب مصر الناشئين بطل عالم، عندنا منتخب مصر الشباب بطل عالم، عندنا المنتخب مصر الاول من احسن سبع او اقل كمان، احنا خدنا المركز السابع في البطوله اللي فاتت في كاس العالم اللي فات اللي احنا تابعناه في السويد وبولندا، لكن قبليها خدنا في الاولمبياد مدربين كويسين بيشتغلوا على المنتخبات الصغيره. الدوري قوي ومنتظم في الاعمار السنيه كلها، وفيما دوري المرتبط نتائج الفرق الصغيره مرتبطه بالفريق الاول، فبيخلي في اهتمام بفرق الناشئين في الانديه، وبالتالي بتجيب لعيبه بتفرز لعيبه كويسه بتروح منتخبات الاعمار السنيه المختلفه الناشئين والشباب والبراعم، بيجيبوا لهم مدربين كويسين، بيبقى في اجيال بتطلع، وبالتالي بنبقى بنعمل نتائج. كره السله خلي بالكم كانت بعيد الفتره اللي فاتت، مش الفتره اللي فاتت على طول، مش يعني من 6 7 سنين كده كنا بعيد جدا في كره السله، لكن الناس اشتغلت. كابتن مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد مع مجلس الاداره اشتغلوا، عمل مسابقات قويه ودوري قوي للفريق الاول، والدوريات بتاعه الناشئين والشباب قويه، دوريات قويه، عملوا منتخبات كويسه باجهزه فنيه مميزه، لغايه بقى منتخب مصر الاول عندنا منتخب قوي هو بيصعد عن قاره افريقيا الى بطوله كاس العالم. زي ما قلت لكم نفس القصه في كره اليد، احنا ابطال عالم في جميع المراحل السنيه في كره اليد، بقى عندنا اجيال بتطلع من تحت بتروح على المنتخب الاول، بتكمل المسيره مع الولاد مع الكبار اللعيبه الكبيره، فبقى في لعيبه داخله وخارجه، وكل اللعيبه دلوقتي بتاعت منتخب مصر كره اليد محترفه، واحنا ابطال عالم وبنكسب منتخبات كبيره على مستوى العالم، بنكسب كرواتيا وبنكسب وبنكسب وبنكسب. فهي هو ده الشغل، لازم في ناس بتخطط وتشتغل واستراتيجيه بيشتغلوا عليها، وبيختاروا مدربين كويسين من غير علاقات، ويكون اختيارات مظبوطه، في خطه بنمشي عليها، خطه قصيره المدى وخطه طويله المدى، حاجات كتيره جدا يا جماعه. الرياضه دلوقتي بقت علم، واحنا في مصر على فكره ناجحين، يعني احنا في حاجات كتير بننجح، وفي امثله كتير، احنا في الاسكواش ابطال عالم في كل المراحل السنيه رجال وسيدات وناشئين وناشئات، حتى على مستوى الفرق ابطال عالم سكواش مصر، يعني حاجه فظيعه. ليه؟ في ناس بتشتغل وفي ناس بتخطط وفي ناس كذا وفي ناس كذا، في رفع الاثقال، في المصارعه، في التايكوندو، في الجودو، في الكاراتيه، في الرمايه، عندنا عزم محلبه ما شاء الله بطل عالم، عندنا يعني احنا بلد عندها مواهب وعندها شباب وعندها شابات بيقدروا يعملوا نتائج ويبقوا ابطال عالم وياخدوا ميداليات في الاولمبيات ويكسبوا بطولات عالم. عندنا سمر حمزه بطله العالم في المصارعه، كانت متصدره تصنيف الاول على مستوى السيدات في العالم في المصارعه، وفي امثله كتيره، امثله كتيره جدا، يعني سيف عيسى، ميار شريف في التنس بقت من المصنفين دلوقتي اول 40 على مستوى العالم، زي ما قلت لكم سكواش احنا الاوائل في كل حاجه، العاب كتيره جدا. يعني احنا كمصر الناس اللي بتشتغل في الاتحادات الرياضيه وبتشتغل صح عندنا بنعمل نتائج، فعايز كده انقلها لكره القدم، ان كره القدم هي معشوقه الشعوب، يعني اللعبه دايما الاولى على مستوى العالم الناس بتحبها هي كره القدم، وجات لنا فتره كنا مميزين جدا سواء ايام كابتن محمود الجهري وايام كابتن حسن شحاته كنا مكسرين الدنيا، وصلنا العالميه واشتغلنا بشكل كويس. يعني قصدي اقول ايه؟ ان احنا لما بيبقى في تخطيط وفي ناس، يعني كان اللواء حرب الدهشوري الله يمسيه بالخير، وكابتن عصام عبد المنعم كان رئيس اتحاد، وكابتن سمير زاهر، الناس دي كانت بتشتغل وبتخطط من منتخبات الناشئين وبيجيبوا لهم مدربين كبار، يعني كابتن شوقي غريب نفسه مسك منتخب شباب ومنتخب ناشئين، كابتن حسن شحاته مسك منتخب شباب قبل ما يمسك المنتخب الاول، عملوا اجيال للكره المصريه، كابتن جوهري كان مدرب يعني عالمي الله يرحمه، وعمل اجيال للكره المصريه واشتغل، وهو اول واحد دخل الاحتراف في مصر، ورحنا لعبنا على ايده كاس عالم سنه 90. يعني عندنا سواء مدربين موهوبين، عندنا لعيبة وخامات مميزة جدا في كل الألعاب، فعايز الكرة تشتغل زي بقية الألعاب الرياضية، إن احنا عندنا لعيبة جامدة جدا وعندنا مواهب كويسة، لكن إزاي تدار وإزاي تعد وإزاي تأهلهم وتأسسهم كويس عشان الولد الصغير ده يقعد يلعب دوريات قوية ويروح منتخب وهو صغير منتخبات ويشتغل صح، يكبر يبقى في المنتخب الاكبر ويشتغل صح،
يلعب ويحتك في افريقيا ويحتك في كاس عالم ويوصل وبعد كده يلعب منتخب اول، عشان يبقى عندنا اجيال بتسلم اجيال واجيال بتنجح، مش مجرد بيلعبوا كده وبيشاركوا زي ما شفنا. مع احترامي طبعا كلهم يعني زي ولادي منتخب الشباب الحالي، وهم مظلومين على فكره، يمكن اللعيبه دي مظلومه ان هم لعيبه كويسه وانا عارفهم لعيبه مميزه جدا، لكن ما اشتغلوش صح او ما تمش اعدادهم بشكل كويس. فمبروك في النهايه يعني بالاحزان بتاعتنا النهارده في النتائج في كره القدم، مبروك لكره السله، بس الواحد طبعا مع الزعل بتاع النهارده منتخب الشباب والزمالك وتعادل الاهلي فالواحد كان زعلان، لكن في عندنا حاجه مضيئه كره السله بتوصل لكاس العالم، ان شاء الله يتم اعدادهم بشكل كويس جدا جدا جدا. ماشي، نروح بقى ايه للدوري. عندنا خلي بالكم بعد شويه هيكون معايا كابتن اشرف قاسم، كابتن محمد حشيش طبعا نجم النادي الاهلي السابق، هما بقى ايه هياخدوا مني الرايه ويتكلموا بقى في الحاجات اللي انا اتكلمت فيها دي كلها، طبعا نجوم كبار وبوجهه نظرهم طبعا وتحليلهم للي حصل النهارده في ماتشات الزمالك والترجي، الاهلي وسان داونز، ومباراه منتخب الشباب مع السنغال. عندنا النهارده في الدوري الانجليزي الارسنال بيواصل صدارته للدوري الانجليزي بفوز مهم جدا على ليستر سيتي 1-0. مارتينيلي، جابريل مارتينيلي جاب الهدف الوحيد للارسنال في الدقيقه 46، وكده الارسنال بيفرق بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، ولكن الارسنال ليه مباراه مؤجله، يعني لسه ليه مباراه هيلعبها مؤجله، لو كسبها هيبقى فارق 5 نقط عن المان سيتي. دي لقطات من مباراه الارسنال وليستر سيتي، ومارتينيلي جاب الجون ومكسب مهم للارسنال خارج ارضه على ليستر سيتي. مانشستر سيتي كمان كسب بورنموث 4-1، نتيجة كبيرة لصالح المان سيتي على بورنموث في ملعب بورنموث. الفاريز الهدف الأول، وهالاند الهدف الثاني، وفودن الهدف الثالث، ولاعب بورنموث أحرز هدف في مرماه. انتهت المباراة 4-1 لصالح المان سيتي، وكده هالاند بيسجل هدفه رقم 27 ليه في الدوري حتى الآن، من كم مباراة؟ من 25 مباراة. 27 هدف لهالاند بيتصدر بيهم قائمة هدافين الدوري الإنجليزي ب 27 هدف، وده يعتبر أكبر عدد من الأهداف بيسجله لاعب في المان سيتي من سنة 71. كان سنة 71 كان عندهم لاعب اسمه فرانسيس لي كان بيلعب في المان سيتي، كان سجل 33 هدف. فمن سنة 71 محدش جاب الأرقام دي غير هالاند، وصل ل 27 هدف، ولسه الدوري الإنجليزي قدامه كمان 13 أسبوع. انتوا عارفين الدوري الانجليزي 20 فرقه فبيلعبوا 38 اسبوع، فهل هالاند هيتخطى حاجز ال 33 هدف؟ انا اعتقد ان هو هيوصل ممكن ل 40 هدف. يعني هالاند انا بقول ممكن يوصل ل 40 هدف السنه دي في الدوري الانجليزي، من 35 ل 40 هدف، عشان نبقى برضو ايه ماشيين كده. بس هو الراجل ده مش بتاع الواقع، الراجل ده بيعمل ارقام غير طبيعيه. فهالاند لغايه دلوقتي مسجل 27 هدف، ومن سنة 71 محدش في المان سيتي جاب 27 هدف. من 71 كان عندهم فرانسيس لي، ده كان لعيب جاب 33 هدف، وهالاند اعتقد هيكسر الرقم ده في الدوري الحالي مع المان سيتي. كريستال بالاس وليفربول، مباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0، محمد صلاح شارك في المباراة من البداية، ولكن طبعا ليفربول بيتعادل مع كريستال بالاس، وليفربول طالع من كارثه كمان الخصم اللي فاتت من ريال مدريد 5-2 في الانفيلد الاسبوع اللي فات، فتعادل سلبي النهارده ليفربول، وكده ليفربول في المركز السابع ب 36 نقطه. زي ما قلت لكم الارسنال 57 نقطه، والمان سيتي في المركز الثاني ب 55، والثالث المان يونايتد ب 49، ولسه المان يونايتد هيلعب بكره ان شاء الله. ده الدوري الانجليزي. في الدوري الاسباني النهارده كان في الديربي ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد، وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي 1-1. كان تقدم لاتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد اللي تقدم في الاول عن طريق خيمينيز في الدقيقه 78، وفي الدقيقه 85 الفارو رودريجيز لاعب الريال مدريد احرز هدف التعادل في الدقيقه 85، رغم ان كان فريق اتلتيكو مدريد بيلعب ناقص لعيب، ان كان عندهم لعيب اتطرد في الدقيقة 64 اللي هو أنخيل كوريا،
كان اتطرد في الدقيقة 64، ففريق اتلتيكو مدريد بيلعب من الدقيقة 64 بناقص لعيب، ولكن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. في الدوري الإيطالي نابولي ماشي طبعا في الصدارة، وزي ما قلت لكم خلاص نابولي يعتبر خد الدوري، فرق كبير جدا في الترتيب ما بينه وما بين بقية الفرق. نابولي النهارده كسب امبولي 2-0، فيكتور اوسمن الهدف الثاني، وكان لاعب امبولي اسمه ادريان اسمالي احرز هدف في مرماه. ونابولي دلوقتي 65 نقطه في المركز الاول، وفي المركز الثاني انتر ميلان ب 47 نقطه، يعني فارق 18 نقطه لصالح نابولي. وبنلعب في الاسبوع ال 24 من الدوري الايطالي، ونابولي يعني السنه دي خلاص هياخد الدوري، هياخد الدوري في ايطاليا. برضو نروح للدوري الالماني، والنهارده بروسيا دورتموند فازوا على هوفنهايم 1-0 عن طريق براندت، هو اللي احرز الهدف، وتالق بروسيا دورتموند وتصدروا الدوري النهارده. كمان عمر مرموش النهارده في الدوري الالماني مع فريقه فولفسبورغ كسبوا كولن 2-0، و عمر مرموش شارك النهارده وصنع الهدف الاول لفرقته، كسبوا 2-0 النهارده. فولفسبورغ كسب كولن 2-0، وعمر مرموش صنع هدف واشتغل بشكل كويس جدا النهارده مع فريقه فولفسبورغ. طيب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هروح لنجومنا الكبار كابتن اشرف قاسم والكابتن محمد حشيش عشان نشوف معاهم ايه قصه الاهلي والزمالك ومنتخب الشباب والنتائج اللي اتعملت النهارده بالنسبه للكره المصريه، ونشوف رايهم بعد الفاصل ان شاء الله. نرجع تاني مع بعض، وخلينا نرحب طبعا بالكابتن اشرف قاسم وكابتن محمد حشيش. كابتن اشرف ازي حضرتك؟ ازيك كابتن كريم، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كابتن حشيش منور. الله يخليك كريم، اخبار حالك ايه؟ الحمد لله كله حظنا وحش بقى النهارده، النتائج كلها سلبيه، في يوم صعب النهارده، صعب قوي، صعب قوي. اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. عايز ابدا بمنتخب الشباب يا كابتن، يعني منتخب الشباب ده المفروض الاعمار السنيه دي هي مستقبل مصر في الكوره. الواحد زعل جدا النهارده لما اتفرجت على الماتش، ومن بدايه البطوله واضح ان احنا مش مظبطين. يعني لو ابتدينا هنقول يعني الحزن الشبابي اللي احنا شفناه النهارده ده، يعني اكيد كل الناس متاثره، ان كانت في امل كبير جدا ان في مجموعه من الشباب هيبقى في امل في الكره المصريه في الفتره اللي جايه هيتم الدفع بيهم. وانا كنت شايف يمكن في المباراه الاولى حتى قدام موزمبيق، الموزمبيق من اقل الفرق اللي موجوده في برضه مستواهم كان على مدار ال 90 دقيقه، يعني الرسم البياني بتاعهم فوق وتحت، مش ما فيش ثبات في المستوى، ما فيش لعب جماعي، ما فيش تكتيك في الملعب للاسف، يعني ما ظهروش بالشكل الكويس. هو طبعا النهارده علشان النتيجه كبيره، بس الفرقه من الماتشات اللي فاتت، لا انا فاهم، بس فرقه السنغال فرقه كويسه طبعا، احنا مش كويسين، احنا اللي مش كويسين، بس مش عشان كمان الفرقه الثانيه هي احسن مننا. يعني المباراه اللي قبل كده كانت مباراه نيجيريا على ما اعتقد، واتغلبنا 1-0، وبرده مستوانا فرقه نيجيريا قليله جدا قليله جدا. فانت لقيت برده التعامل مع المباراه، يعني اسف ان انا اقول كده، برده ما فيش فكر في الملعب بيتنفس كويس. مع احترامي الكامل للناس كلها اللي بتقول اللعيبه دي كويسه وعلى مستوى عالي، ممكن يكونوا فرديا كويسين لكن جماعيا ما كانوش موجودين، عشان كده قدراتهم الفرديه كويسه بس ما ظهرتش عشان احنا جماعيا مش كويسين. هي دي ممكن برضه انا مش عاوز اتكلم على الكابتن محمود جابر، من الناس المحترمه جدا طبعا، وعلى فكره هو كان غير محظوظ تماما في البطوله دي او بالشكل ده، والناس كلها لمته على اساس ان هو ما جهزش الفرقه كويس بمباريات وديه مع فرق قويه. يمكن احنا قلنا في الاسبوع اللي فات كده ان هو كان محتاج ان يلعب مباراه قويه مع فرق قويه مع دول اقوى منه علشان يقدر يعرف القوه اللي عنده وضعف القوه والضعف اللي عنده، الاماكن اللي محتاجه فيها تدعيمات من لعيبه ثانيه، شكل واداء الفرقه، اسلوب اللعب ازاي. لكن لما انت بتلعب بشكل وصل لنا ان هو بشكل عشوائي، يبقى انت ما فيش تخطيط، ما فيش تنظيم، انا بتكلم كاداريا وفنيا داخل الملعب. يعني مش عايزين برضو الاتحاد يقول لا احنا مالناش دعوه، لا كل واحد عليه مسؤوليه. المسؤوليه بتاعتك ان انت لازم تتابع، لازم تجهز للراجل ده او المدير الفني او للفريق ده مباريات وديه عشان تقدر تحاسبه. انت دلوقتي ما تقوليش ان انا هاجي العب بطوله كبيره اللي هي هتاهلني لكاس عالم والعب مع فرق في دوري ممتاز به،
ما ينفعش، يبقى انت كده ما بتأهلنيش. بس هو لعب كام ماتش يا ود ما بينين ومع اوغندا شوف انت بتقول مع جنوب السودان لعب كذا ماتش، يعني عايز تبقى فرقه كويسه وفرقه قويه العب مع فرقه اقوى منك مش فرقه في مستواك او اقل منك. ده الصح، حتى لو هتتغلب في المباراه الوديه وتبقى قايل كده ان انا بلعب مباريات ماليش علاقه بالنتائج لكن عاوز اعمل فرقه قويه علشان المباريات الرسميه. هو انا مش هفرح ان انا العب مع فرق اضعف مني واكسبها واجي في المسابقه الرسميه اللي هي بتؤهلني لحاجه انا بتمناها اللي هي هتوصل الامم الافريقيه وهتلعب قصدي هتوصل لكاس العالم وانت مش عارف تعمل كده. فانت كده يبقى انت لا في قصور حصل من الكل. ايوه من المفروض من المدير الفني لازم يطلب المباريات اللي زي دي ومن الاتحاد الكره ان هو لازم يجهز الكلام ده للمدير الفني. كابتن محمد حجيش يمكن حضرتك متخصص في الاعمار السنيه للناشئين والشباب، ويعني واحنا بنتفرج على الماتشات من ماتش النهارده من ماتش موزمبيق حسينا لا ان يعني المنتخب ده ممكن ما يعملش حاجه، بس قلنا ممكن ايه نمشي خطوه خطوه كده ونكمل. بس يعني موزمبيق حتى من اضعف الفرق، اتغلبت من نيجيريا 2 واتغلبت من السنغال 3 ما عرفناش نكسبها، وبعدين بدا الاداء ينزل وبدا نخسر نيجيريا والسنغال النهارده بشكل 4-0 على ارضنا هنا وفي وسط جمهورنا كتير جدا. يعني بص يا كريم، القريبين من الموضوع دوت يعني انا مش مستغرب اللي حصل. الموضوع ده ما بيجيش بمحض الصدفه، جيش تختار فرقه قبلها بكام شهر او قبلها حتى بسنه وتبتدي تعمل حتى ماتشات تعمل الكلام ده كله مش نافع. انت بص على القاعده اساسا، قاعده الناشئين في مصر اللي هتطلع لك اللعيبه دي اشهر القاعده اساسا تعبانه. النظام غلط اللي بتعمل، عناصر اللعبه مش موجوده من مدربين. لو هنقول في خامات، مصر مليانه خامات كويسه، لعيبه يعني مفيش مدربين كويسين. طريقه اختيار المدربين غلط في جميع الانديه حتى الانديه الكبيره. الملاعب اللي بتلعب عليها مفيش ملاعب الناس تلعب عليها. تعالى اتفرج وانت برضو قريب وبتتفرج على ال 2003 وال 2001 بطولات الجمهوريه، اشرف بيلعبوا على على ملاعب مش ممكن ما تطلعش كوره لا تصلح خالص. نظام مسابقات حتى من هم في براعم لغايه ما بيكبروا، المفروض ان انت وانت صغير كل ما بتكبر شويه المسابقه بتاعتك بتزيد. ما ينفعش تلعب جمهوريه وترجع قطاعات وبعدين ترجع منطقه وبعدين تخش على جمهوريه، عشان ما فيش تخطيط. ما فيش تخطيط خالص في القصه دي ماشيه. لو هنتكلم اكتر من كده كمان، الاستثمار اللي ضيع مسابقات الناشئين والبراعم، الناس اللي بتروح ملهاش علاقه بالكوره بتشتري فرق وبتشتري اسماء وبتدخل في البطولات كل الغرض بتاعها الربح بس، انما يكمل وتشوف انسحابات وتشوف ممكن اقيد ابني ب 30 40 الف جنيه في انديه كبيره. حتى كريم حتى الولد ما يصلحش ان هو يبقى لعيب كوره. انديه كبيره كريم دلوقتي بتايد اللعيبه بفلوس في قطاع الناشئين 30 و15 الف جنيه، 30 للناشئين و15 للبراعم. الناس بتلعب بفلوسها، ما عندوش فكره او نص نص انما بيلعب. تلاقي قوام مثلا القيد بتاعه 30 لعيب، في منه مثلا حوالي 20 واحد ولا حاجه متأيدين بفلوس. طب الكلام ده يا جماعه هيطلع لعيبه كويسه والمواهب مش قادره تدفع. عدم الاستقرار الاداري اللي احنا بنشوفه في مصر بقالنا سنين في اتحاد الكوره، هو ما يخلقش جيل عمرك ما يعني يجي حد يعمل حاجه يجي التاني يروح شايل وعامل عشان يحط البصمه بتاعته ايا كان الاختيار اذا كان كويس او وحش. يجي اللي بعده يغير ويبدا مسابقات بتتغير، شكل مسابقات بتتغير. مدير فني للاتحاد، المفروض المدير الفني ده هو المسؤول عن المسابقات كلها صحيح. بيخطط عن الكلام ده كله، لا مش عاجب فلان فيمشيه ويجي واحد تاني ويجي واحد اجنبي غير ملم بطبيعه الكوره في مصر وطبيعه مسابقات الناشئين والبراعم وطبيعتنا احنا. احنا عندنا الولاد لو هنتكلم سريع في الحته دي، احنا مش عارفين نبقى في الدراسه كويسين ولا في الكوره كويسين، مش عارفين نبقى لا ده ولا ده، بنبقى ماسكينها من الاثنين. ولي الامر خايف ان ابنه ما يكملش في الكوره فيا ابني اهتم بالدراسه، طب يهتم بالدراسه ياثر على الكوره. مفيش حتى تنسيق ما بين الوزارات في موضوع الرياضه مع التعليم. العمليه ضايعه، يعني انا مش عايز اخش في لانها لها تفاصيل كتيره قوي. بس النهارده انا كنت حزين بصفه خاصه لان انا طبعا يعني كان ليا شرف ان انا اكون اول منتخب ناشئين اشرف ياخد كاس افريقيا ويخش كاس عالم 81 استراليا. ايوه استراليا لسه كنت بتكلم عليه بتاع كابتن هاني مصطفى. بالظبط عارف كنت موجود في كابتن خالد القماش وكابتن ابو زيد ومحمد حلمي وطارق سليمان وعلى ميهوب وناس يعني انت فاهم ازاي. وبقال انت عارف زمان ايامنا
انتوا لعبتوا انجلترا ولعبتوا المانيا في البطوله ده في كاس العالم، لعبنا اسبانيا متعادلين، المانيا كسبانين، المانيا اللي هي خدت البطوله بعد كده متعادلين مع المكسيك، انجلترا بعد يعني عملنا رحنا خدنا دوره الصين العظيم بعدها واخدين بطوله افريقيا يعني برضو لعبنا فرق كبيره اخرها في النهائي كانت الكاميرون. ما لسه في اجيال، كنت لسه بتكلم قبل ما يعني قبل كابتن اشرف وحضرتك تخشوا، بقول ان دايما لما بيكون عندنا منتخب اول كويس بص ثلاث سنين تحتيه طبعا هتلاقي منتخب شاب، يعني مثلا هتلاقي الجيل بتاع كابتن شوقي غريب، جمال حمزه، وحسام غالي، واحمد ابو مسلم، ومش عارف ايه نوعيه اللعيبه دي، وائر تشيتوز فرقت جدا. الجيل اللي بعديه كان يعني انا اتكلمت على الجيل بتاعكم بتاع استراليا، هتلاقي مع كابتن حسن شحاته، حسني عبد الرب، وعمرو زكي، وعماد متعب، ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه، اللي هم طلعوا على المنتخب الكبير، طلعوا على المنتخب الكبير، واحمد فتحي اللي جابوا بطولات مع المنتخب الكبير بالظبط دول، فهم خد بالك برضو. وفي جيل بتاع كابتن ضياء السيد كاس العالم في كولومبيا، محمد صلاح وحجازي ومحمد ابراهيم والنني التاسيس كويس، هو التاسيس لازم يبقى صح. بس انت دلوقتي الكلام اللي احنا بنتكلمه كله في كل انديه مصر مش مهتمين بان هم يبرزوا لاعب عنده موهبه، لا هو عايز يجري، عايز المدرب عايز ياخد بطوله عشان لو ما خدش بطوله هيمشي. وكمان يعني كابتن حجيش قال نقطه مهمه جدا، مدربين بتوع قطاع الناشئين ده لازم يبقى احسن مدرب الفريق الاول، بص ده اللي بيعلم اللعيب وبيأسسه وبيعلمه يعني المهاره وبيعلمه التكتيك. كريم انت بتتكلم في نقطه يعني صعبه جدا ان هي تتحقق، هو انت عندك معايير لاختيار مدرب؟ ما عندكش. ما عندكش. عندك معايير لاختيار لاعب تضمه؟ ما عندكش برضه. وبعدين تلاقي انت مش عارف تعمل رخص لا لا خالص، لا لا, لا. انا بكلمك في نقطه كمان مهمه، ان انت حتى لما بتحب في لاعب ظهر دلوقتي في نادي معين فعايز ان انت اللاعب ده عجبك عايز تشتريه، انت عشان شفته في ماتشين ثلاثه عايز تشتريه بس، لكن انت ما جبتش المعايير اللي تحطها اللاعب ده هيفيدني ولا مش هيفيدني، الامكانيات بتاعته هيتطور هينفع في نادي كبير زي نادي مثلا الاهلي الزمالك اللي هو بيلعب تحت ضغط معين، لعب عدد مباريات دوليه ولا ما لعبش، هل هو مشارك دولي ولا مشارك، اصاباته عامله ازاي، عدد مبارياته مع النادي اللي قبل كده عامل ازاي، يعني في حاجات كتير جدا، وطبعا غير التاسيس بتاعه هو شخصيا عامل في الحاجات دي، انت عمرك ما هتفكر فيها، انت لو رحت جبت لعيب عمرك ما هتفكر في الكلام اللي انا بقوله ده، انت بس بتشوف هو لعب في الدور الاولاني كويس، احنا عايزين بين الدورين نروح نجيبه عشان ده هيكسبنا الماتشات اللي جايه، يجي لك تلاقيه حاجه تانية خالص غير اللي انت اتفرجت عليه، فعلشان انت مش حاطط معايير صح في الاختيار. هو ده برضو للتدريب، انا لسه برضو من شويه قلت ان احنا في مصر عندنا مواهب كتير، يعني اتحاد الهاندبول، كل منتخبات الناشئين والشباب ابطال عالم، وبقى عندنا المنتخب الاول من احسن اربع خمس ست فرق على مستوى العالم. على العاب كتير احنا ناجحين فيها يعني طبعا في عشان الناس ما تقولش ايه اللي احنا مثلا بس. مصر يعني ما فيهاش، لا احنا عندنا مواهب، عندنا في المصارعه وعندنا في التايكوندو في الجودو والكاراتيه والباسكت، امبارح صعد كاس عالم عشان اللي كان في دوري قوي الفتره اللي فاتت، لو هنمسك اليد عشان اليد اتحط لها من كذا سنه من ابطال العالم في سكواش، والسكواش على طول بقى لنا فتره كبيره جدا كره اليد. دكتور حسن مصطفى ايام ما كان ماسك مدير او رئيس اتحاد اليد عمل نظام ماشيين عليه دلوقتي وبيتطور، وصلنا للمرحله دي صح، انما احنا في الكوره، احنا كوره ده في كل الالعاب يا كابتن حشيش، عندنا ابطال عالم في كل طبعًا الالعاب طبعا. انا هقول على حاجه بس مش عاوز بس في السباحه وفي لا انا مش عاوز تنس ميار شريف لا انا مش عاوز تفهم بس غلط علشان انت قاعد على الكابتن حسن، يعني الكابتن حسن خد ثلاث بطولات ورا بعض بعد في اخفاق راحوا ماشيين على طول صحيح. ايه ده يا جماعه، ايه التفكير ده، ايه التفكير اللي انتوا بتفكروا فيه، يعني حتى لما جبنا كان كيروش هو اللي كان موجود في لما طلعنا من السنغال في بطوله امم صح، خسرناها في النهائي وما وصلناش برده النهائي في كاس عالم، قال لك لا ده الدنيا لازم طب ما تشوفوا الاول اللي درسوا الحاجه بس قدامكم ازاي يا اشرف، الوضع يبقى عامل ازاي، هتخسروه ولا مش هتخسروه، الناس اي حاجه كيروش مسك قطر اي حاجه عندها الايديال بتاعها الفترة بتاع الكابتن حسن في الكورة يقول لك اصل ما بتتكررش بيقارنوا على طول، اي يقول لك هنوصل ازاي نبقى قاعدين كده وحاسين ان منتخب مصر ليه شخصية ونازل بيلعب مع اقوى حد بتقول هنكسب، يعني انت فاهم ازاي، مش يا رب استر لا ده احنا هنكسب وهنأدي هنلعب كورة، انت عارف احنا ليه بنقول كده؟ لان احنا شفنا منتخب مصر بيلعب قدام البرازيل وهو عامل ازاي، لما لعب قدام ايطاليا وكسبنا ايطاليا عامل ازاي، يعني ما كان اللعيبه ما كانتش بتلعب ما عندهمش رهبه بالزبط. انت اتفرج دلوقتي على المباريات الاخيره بتاعه المنتخب انت عندك احساس ويقين بس عمال بتقول يا رب يخيبوا ظننا ويبقوا يكسبوا ويبقوا يوصلوا للي احنا بنتمناه، فهو ما بيبقاش فيها توفيق، فعدم التوفيق يعني احنا ناقصنا ايه، عدم التخطيط طبعا
طبعا عندنا العاب رياضيه على مستوى العالم، بس هي الكره هي اللي لكن الكره محتاجه تخطيط يا كابتن اشرف. طبعا طبعا يا كابتن حشيش. يعني انا عايز اقول ان في مشاكل كثيره لازم تتحل في على المستوى الاداري، لان النجاح دايما بيجي من النجاح الاداري. ايوه لو نظمت كويس وفي اداره كويسه هتقدر تحط خطط وتمشي عليها. بالظبط. يعني انا عايز اقول لك حاجه، مثلا لو هنتكلم نرجع تاني المنتخب الناشئين مثلا، هل حد في الانديه اللي في مصر فكر ان هو يكون لجان تروح تتفرج على المسابقه دي الثلاث مجاميع دي في كل منطقه عشان يختاروا الناس اللي بتختار محترفين وبتجيبهم؟ تعرف في وفد من ليفربول في مصر بيتفرج على بطوله افريقيا للشباب؟ طب انا عندي معلومه ثانيه كمان، عشان يختاروا مواهب. عندي معلومه ثانيه ياخدوها يعدوها وتبقى. عندي معلومه ثانيه. صلاح باشا بتاعنا بتاع اودينيزي، والده صديق، يعني صديق عمري يعني، طبعا واخد الجنسيه الايطاليه وعلى اتصال طبعا بالناس بتوع ايطاليا. الناس متكلمين من قبل البطوله، مكلمينه عشان يسالوا على ادق التفاصيل، عايزين يحضروا المجموعه بتاعت القاهره ولو راحوا المجموعه بتاعت اسكندريه او اللي هي في القناه يروحوا ويرجعوا، هل ممكن الاقامه في مصر ويروحوا ويرجعوا بالليل ولا الطريق مثلا كذا؟ لو راحوا تفاصيل التفاصيل، يعني تفاصيل التفاصيل، وجايين اكتر من واحد عشان يبقوا يغطوا البطوله كلها عشان يتابعوا الناس دي، ودي مرحله اولى مكملين. أيوة. مش برضه هيشوفوا ماتش ولا اتنين. احنا بنختار ازاي؟ بنختار ايه؟ واحد يقول على فلان الفلاني ده كويس، طب هات. مش احنا اللي بنختار، في سماسره هي بتبقى موجوده، هي بتختار. تقول لي بقى تقول للناس المسؤوله. طيب خلينا ننتقل لدوري ابطال افريقيا. والزمالك النهارده خسر يا كابتن اشرف، تقول ايه على الماتش والتشكيل واداره المباراه، شكل ماتش الزمالك والترجي؟ بص احنا بنطلع من حزن نروح لحزن تاني. طبعا لا، المباراه كانت صعبه جدا جدا على الزمالك النهارده. للاسف الزمالك كل ما مدى مستوى الفرقه بيبقى اقل من المباراه اللي قبلها، وللاسف برضو معظم اللعيبه اللي موجودين يعني، وزي ما انا قلت لك برضو في المرات اللي فاتت، في عدد ست سبع مباريات اللي فاتت اللعب الفردي غالب على فرقه نادي الزمالك. ودليل على كده لو انت جيت بصيت على اللي ممكن حاجتين وصلت بيهم لمرمى فرقه الترجي، من تسديدتين من زيزو بس، متهيألي يعني. مفيش حاجه تانية. وبشكل فردي. لكن تيجي تبص على زيزو اللي هو يمكن اعلى واحد موجود في الفرقه، لا هو بقيه الماتش مش موجود. هل هتقول لي علشان برضو ما بيلعبش في مكانه؟ طب انا المفروض دلوقتي كمدير فني انا مش عارف اقرا دلوقتي مجموعه اللعيبه، يعني انا محتاجهم يلعبوا ازاي واسلوبهم ازاي واماكنهم ازاي؟ يبقى انت قاصد ان انت تعمل كده ولا ايه الموضوع بالظبط؟ الواحد مش فاهم بصراحه. انت سالتني المره اللي فاتت، انت لو بتفكر بتفكير فريرا هتعمل ايه؟ قلت لك انا مش هفكر بدماغه، لان احنا مش عارفين دماغه فيها ايه، لان هم مش موصل لنا هو تفكيره ايه دلوقتي. المره اللي فاتت احنا قلنا هيلعب بثلاثه، هو لعب النهارده بخمسه، ما هو ثلاثه والاثنين زي ما قلنا على الاطراف، زي ما قلنا هيلعب كده. حتى كمان لعب باكتر عدد، يعني كان بيلعب بالخمسه والاثنين اللي قدامه والاثنين الاستوبرين عمرو السيسي ونبيل عماد دونج والاثنين، ومش عارفين يدافع. ده فرقه الترجي راحت في اكتر من خمس ست كرات الشوط الاول كلها اهداف من عدم التمركز السليم، وكلهم بيتكلوا على بعض في الملعب، وكلهم مش شايفين الراجل اللي بيجي من الظهر، ومش عارفين نطلع نبتدي كوره. والغريب ان انت ما رحتش برضه وكمان انت الوصول بتاعك يعني، انت مضغوط. انت متخيل فرقه الترجي النهارده عمليه التمرير بتاعها بدون ضغط من فرقه الزمالك؟ ايوه سيطروا على وسط الملعب بشكل واضح جدا الشوط الاول، وعلى فترات كتير في الشوط الثاني. يمكن يعني نادي الزمالك يعني ها شويه على فترات الشوط الثاني، لكن مش قادر يعني، هو مش احنا مش نادي الزمالك مش عارف يعمل عمليه الضغط الجماعي ولا ضغط دفاع متقدم ولا دفاع متاخر ولا وسط ملعب عارف يسيطر على الكوره. تحس ان في عمليه تشتيت كده في الفكر داخل الملعب. أيوة. طب انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ تحركاتك ازاي؟ يعني احنا قلنا برضو قلت لك قبل كده شيكابالا ما ينفعش يبتدي المباراه من الاول. ما ينفعش. هو انا لازم اعرف ان شيكابالا امكانيات شيكابالا بدنيه 20 دقيقه، ولو وانت كسبان 20 دقيقه وانت كسبان، او حتى لو انت متعادل او خسران ممكن اخر 25 دقيقه يقدر يشتغل. انا مش بقلل منه، مش عيب يعني، انا عاوز استفيد من امكانيات لاعب ممكن يغير لي شكل الجيم تماما بلحظه نزوله. توقيت الدفع باللعيبه طبعا سيء جدا بالنسبه للتغييرات اللي حصل، توقيتاتها غريبه جدا. ايوه التشكيل من البدايه مش صح، التشكيل من البدايه مش صح. انت بتلعب، انت عايز تلعب ايه؟ صح.
يعني مش عارف انت عايز تلعب ايه. ده انا قلته من شويه صح؟ انا ما سمعتكش، بس هو انا مش عارف هو انت عايز تلعب ايه بالظبط يعني. يعني سيد نيمار فايق الفتره اللي فاتت رحمه الله بركاته، ما ابتداش بيه. إيه اسمه ايه ده؟ سيف جعفر لعيب النص الملعب اللي هو بيزيد، ما ابتداش بيه. وبعدين انت دلوقتي انت عايز يبقى عندك سرعه في الاداء في اللعب مع لعيبه عندها سرعات كويسه، يبقى ما تنزل، ما تلعبش، ما تبتديش بحد بطيء. لو انت عايز تقفل وسط ملعبك يبقى العب بثلاثه وتلعب اربعه تحت. انت بتلعب بثلاثه ديفنس ليه؟ انت بتلعب بثلاثه ستوبر ليه في الملعب؟ انت ايه الوجه الاستفاده اللي انت طلعت من الطرفين النهارده؟ عبد الشافي موجود في الملعب، انت مش عايز تلعب فتوح صح؟ فتوح ما سافرش، مش عايز تلعبه، ماشي خلاص. انت بتقول تعبان وعنده شد في السمانه، ايا كان بقى عنده ولا ما عندوش مش مشكلتنا. طب انت دلوقتي انت حاطط عبد الشافي، احنا قلنا عشان عنده خبراته بتاع، لكن هو عليه ضغط جامد جدا، لان انت كمان ملاعب زيزو ما كانش بيرجع مع عبد الشافي خالص، فالضغط كان عليه كتير جدا، فكل اللعب كل الشغل كان من ناحيته. طب وانت لما ما بتقراش لما يكون في لاعب معين، مين النهارده اللي كان موجود في فرقه الترجي اعلى واحد فيهم؟ حمدو الهون. حمدو الهون يعني. طب ما تلعبش حد عليه الشوط. حمدو الهون. الشوط الثاني حوالي 7 مرات الكره بتتعمل للعكسيه، الحمد لله يروح موقف وعامل كده دريبلينج وقعد. طب الظهر قوي ما قفلش. وانا كمدير فني مش لازم ابقى قاري اللعب بيتعمل ايه؟ لما تلاقي حاجه زي وهو متفوق على اي حد في الناحيه دي، حط واحد تحت الراجل اللي بيقفل عليه. هي مش محتاجه، هي مش لوغاريتمات. وبعدين انت سايب الدنيا مفتوحه، حتى الضغط بتاع المدافعين يعني اسف يعني مع احترامي الكامل، احنا عندنا مشكله كبيره جدا 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 في الدفاع في وسط الملعب، ما عندناش مهاجم. صح؟ انا بقول كلام صح ولا غلط؟ صح. على فكره الكلام ده من 5 6 ماتشات للاسف يعني. كابتن حشيش، فرص الزمالك بقت صعبه؟ لا شك طبعا. يعني الزمالك لازم يكسب ال3 ماتشات اللي جايين، لازم. يعني الزمالك عنده ترجي هنا، شباب بلوزداد في الجزائر، وبعدين المريخ السوداني هنا. ده ماتش صعب دلوقتي، بس لازم يكسب الترجي الاول. على يعني انت لازم تكسب على ملعبك عشان تصعد. المشكله كريم مش في اللي انا هلاعبه، المشكله فيا انا شخصيا. ما انا لو كويس هكسب، لو 5 ماتشات هكسبه. خليتوني اتحريت بس. انت عرقت على فكره. انت زعلان يا كابتن اشرف؟ طبعا اكيد. لا انت فاكر لو انت رجعت للحلقه انا قلت لك انا مش مهم يكسبه، بس المهم ما يبقاش في تخاذل في الملعب. النهارده انت ما فيش روح في الملعب، ما فيش حمي يا سيدي. انت حتى لو خسرت وانت مموت نفسك في الملعب، الناس هتطلع تسقف لك. انت عملت اللي عليك. دايما ساعات ممكن يبقى طريقه اللعبه مش مظبوطه، فيخليك انت يبان ان انت ما عندكش روح، بس انت عايز تلعب وعايز تكسب. بقول لك بس طريقه اللعب مش مساعداك. بقول لك حتى لو طريقه اللعبه مش مساعداني، لو ما فيش مدرب واقف على الخط بره وانا هموت نفسي في الملعب، هموت نفسي في الملعب. في ناس لعيبه الاجيال بتاعتكم يا كابتن اشرف. لا يا كابتن، دلوقتي ما في اوقات كانت اللعيبه دي كويسه برضه، ما هي دي اللي كانت كسبانه الدوري السنه اللي فاتت. حاجه غريبه جدا، انا شايف ان الترجي كمان مش في احسن حالات. لا خالص والله. يعني مش عايز اقول كده عليك بقى. مش الترجي، الترجي ده كان مرعب على ارضه. الترجي بيعرف يعني يستفيد من اخطاء، بس كان عنده خبرات، كان عنده افراد كمان احسن من كده، وكانت فرقه. كله بيطلع على اوروبا دلوقتي. كانت فرقه تخض يا جماعه. دفاعين برضه انت الدنيا مش بالصعوبه يعني انت فاهم. انما انت ما عندكش الزمالك ما فيش حلول هجوميه يعني. مش لا معقول الزمالك يقعد 90 دقيقه ما يوصلش لل في وجود زيزو وفي وجود الناس، مفيش حاجة خالص تعمل نص الملعب. الزمالك ما جابش ولا جون لغاية دلوقتي في دوري الأبطال. هيجيب ازاي؟ ما عندوش. طيب اتغلب من بلوزات 1-0، تعادل مع المريخ 0-0، واتغلب من الترجي 2 النهارده، ما جابش ولا جون. حاجة كريم كمان يعني الوحيد اللي كان بيوصل إمام عاشور. إمام عاشور بس. طول عمر نادي الزمالك من أحسن الخطوط فيها هو نص الملعب. بالظبط. لعيبة الكورة، لعيبة كورة، تحس إن مفيش. ما هو نص الملعب ده هو ده الربط ما بين الهجوم والدفاع، هو اللي بيوديك للجول. وازاي ان انا اوديك، وازاي ان انا العب كوره، وازاي ان انا استحوذ. انا مش عارف اعمل دي كمان يا اشرف. لا مش عارف اعمل استحواذ. عشان كده يعني تحس في قصور موجوده بقى واضحه يعني. انا بعتمد على الكوره عشوائيه. بعدين الراجل الشوط الثاني يبدا شيكابالا نازل من تحت خالص في نص ملعبه، هو اللي بيلعب الناس وبيجري كده وكده. طب ازاي؟ ما هو انا خسران شيكابالا في الوضع اللي هو ده طبعا. لكن كمان انت حتى لو انت مش عارف تكسب ما تخسرش. طيب صح. يبقى يعني حاول ما تخسرش. العب بقدراتي بقى. عرفت النهارده حسيت ان هو فيريرا قلقان يلعب سيف جعفر، وقلقان يلعب يوسف اسامه نبيه. يعني ممكن انت لو عايز تلعب زي ما انت بتلعب كده قلق صغيرين بقى وتونس وطرد. انت عايز تلعب صغيرين بقى يا جماعه. عندهم 23 سنه كده، 24 سنه، ما فيش حاجه اسمها كده. صح.
ما اشرف لعب قولي 99 اشرف لعب قد ايه؟ 16 سنة كان عنده كام سنة ما لعب؟ اقل من يبقى زي لو وصل بقى للسن بتاعهم ده يبقى كهل بقى. لا يعني ما فيش حاجة اسمها، انا بتكلم حتى لو فريرة بيفكر ان هو عايز يلعب بالمجموعة اللي ابتدى بيها النهاردة ماشي خلاص ابتدي بيها، بس انت عايز من الماتش يعني انت عايز من الماتش، انا عايز اقفل كويس واخطف لي حاجة. بص ما تغلبش، بص يا كابتن انت لو دفعت كويس ممكن تكسب أيه. لكن مش هتخسر صحيح. فده مهم جدا ان انت تبقى التفكير ده واصل للعيب بتاعك في الملعب صح. ان انا دلوقتي انا عاوز انا نازل المباراه دي المباراه، وخصوصا ان انت في المباراه اللي فاتت انت مش كسبان، انت عندك نقطه فانت مش عايز تخسر كمان المباراه عشان لما يجوا لك تقدر تتعامل مع المباراه اللي أيه. في ملعبك انت ما قفلتش حتى الشوط الثاني، يعني الشوط الاولاني خدت جول لعب جيم مفتوح برضه فتحت الجيم، انت لقيت القدرات بتاع الفرقه عندك النهارده ممكن مش في حالتهم القصه مش ماشيه، ابتدي اقفل بقى وانزل سرعات تلعب على المرتده طيب. اتعادلت يعني انت فاهم ازاي، انما يعني ما ينفعش. طيب قبل ما اطلع فاصل، شايفين فرص الزمالك ايه في المجموعه؟ لا بص هو لسه انت لعبت ثلاث مباريات عندك فيه لسه ثلاث مباريات بس لازم تكسب الثلاث مباريات، لازم تكسب تسع نقط يعني انت بس لو بنفس الوضع ده والشكل الفرقه دي مش هتعرف تكسب، هتكسب ازاي؟ لان الفرقه الثانيه خلاص هي دي اعلى منك كمان يعني أيوه. الترجي عنده كام بونت؟ ترجي ده تسعة، ترجي كسبان الثلاث ماتشات يا بقى، ترجي صعد خلاص، ترجي عايز صعد. عايز مباراه من الثلاثه، انت عايز بقى مع الترجي عايز على تلعب على الثاني، تلعب على الثاني بس لازم تكسب عشان تبقى يعني المريخ دلوقتي اربعه شباب الوزداد ثلاثه، انت لازم تكسب الثلاث ماتشات انت رايح لشباب الوزداد والترجي جاي لك هنا وهيجي لك المريخ في الاخر. انت مبدئيا بالوزداد ده لازم يعني مالهاش حل بقى، لازم هو الماتش الجاي الترجي بس الاول لازم تكسب الترجي الثلاثه اللي بعد الجاي بس انت لازم تكسب ثلاث ماتشات مفيش تفكير ثاني صح. هنطلع فاصل ونرجع بقى نتكلم على الاهلي، ويمكن الاهلي تعادل بس تعادل بطعم الخساره بالزبط. يعني شايف ان الاهلي لازم يكسب النهارده، الامور كده هتتصعب رغم ان النادي الاهلي عنده الماتش الجاي القطن الكاميروني، لكن الهلال ماشي كويس السوداني وسان داونز كمان ماشي بشكل كويس جدا، منافسه صعبه في الفتره الحاليه خصوصا الاهلي معرفش يكسب سان داونز النهارده في القاهره. بعد الفاصل نكمل مع كابتن اشرف قاسم والكابتن محمد حشيش في الكوره كل يوم، ماتش الاهلي وسان داونز وفرص الاهلي للصعود لدور الثمانية في بطولة افريقيا. نروح بقى لمباراة الأهلي وسان داونز، وكلنا كنا يعني نتمنى فوز الأهلي النهارده عشان ترجع فرصه مرة أخرى في المجموعة، يعني سان داونز كان قبل الماتش النهارده ست نقط والمريخ ست نقط، سوري الهلال، الهلال كسب الأهلي في السودان 1-0 وكسب كمان القطن الكاميروني 3-1 في الكاميرون، فكان لازم الأهلي النهارده يكسب سان داونز عشان يقرب شوية، ولكن الأهلي طبعا لسه ليه مباراة مؤجلة. كابتن حشيش الأهلي النهارده نتيجة مش كويسة والاداء برضو مش احسن حاجه، طبعا النتيجه مش كويسه وخصوصا بعد البدايه المش كويسه برضو مع الهلال، برضو خساره على ارض الهلال دي كانت يعني صعبه، ولو ان كان برضو بعض الناس متوقعه، احنا قلنا برضو تعرف الماتشات اللي بتبقى دايما بعد بطولات كبيره وكاس عالم وكده واللعيبه جايه من بتلعب في مستوى تاني خالص وجايه وسفر واجهاد وكده، فكان لها مبرراتها، انما النهارده مفيش مبرر الحقيقه، يعني النهارده مفيش مبرر مع سان داونز. سان داونز فريق محترم جدا، من انا بعتبره من اقوى فرق افريقيا يمكن في كل المجموعات حاليا في الفتره، بيلعبوا كره حلوه جدا جدا، شفت انت بينقلوا الكره من تحت من حارس المرمى من 18، في حاجه يعني بتتعمل في هارموني كبيره قوي مع 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 كل اللعيبه، سواء في الخط الخلفي او نص الملعب او قدام، حتى اللعيبه اللي بتوصل للثلث الاخير تقيله على الكوره وبتفكر، ما فيش لعب عشوائي، جماعيين كويسين جدا جدا ممتازين الحقيقه، يعني البدايه بتاعتهم النهارده كانوا جايين عايزين يكسبوا، يعني هم جايين يكسبوا برغم ان هم مرتاحين في النقاط، انما جاي عشان هو عايز برضو يعني عارف ان النادي الاهلي يأكد. هو المنافس الحقيقي مش في المجموعه بس، في البطولة كلها أي. فهو عايز يبعده من هنا واستغل برضه حاله يعني اعتزاز مستوى النادي الاهلي، وضغط على النادي الاهلي من البدايه. الشناوي يعني غريبة ان يطلع النهارده نجم المباراه، شال كوره كان ممكن تغير برضه النتيجه، كوره صعبه جدا جدا اكثر من كوره، بس في كوره صعبه جدا الحقيقه في الشوط الثاني.
احنا برضو ما تحسش ان الفرقه يعني في اصرار على المكسب، ما تحسش ان الفرقه. انا عندي مشكله مع كولر. يعني كولر مدرب مميز وكل حاجه ونتائجه كويسه الفتره اللي فاتت، لكن عندي مشكله في موضوع بيرسي تاو ده. يعني انت جربت بيرسي تاو كفيرويد صريح في ماتش الهلال السوداني، طبعا فرق الاجسام بيرسي تاو ملوش في الكور العرضيه واللعب بالراس والحاجات دي، فما نجحش في ماتش الهلال. فجيت لعبت اسوان، لعبت كهربا. كهربا كان كويس وجاب جونه، اشتغل بشكل كويس وبقى في عمق هجومي كده للنادي الاهلي ورجع ابتدى بيرسي تاو. راح راجع لبيرسي تاو. انا التفسير الوحيد بالنسبه لي النهارده انه بيلعب ضد فرقته سان داونز حافظه. هي يمكن، لكن بس ده مش مبرر. يعني احنا لو قلنا على مدرب ان هو ينزل لعيبه عشان كان بيلعب قدام فرقته، لا ما يعني دلوقتي يا شريف يا كهربا لا لازم يلعب فرقه. وبعدين انت كنت محتاج كمان النهارده سرعات. يعني انت محتاج سرعات، فكهربا عنده السرعات دي، ممكن يخطف حاجه، بيلعب في الصندوق كويس. انما زي ما انت بتقول بيرستاو يعني يا دوبك ضعيف، الالتحامات ما فيش، ممكن يلعب على الطرف. لا هو يبقى 10 يبقى من تحت او جناح، لكن مش مهاجم. لكن مش مهاجم يجي صحيح. يجي بوشه كده ما ينفعش يلعب تسعه لما بيجي يلعب مهاجم وبيتمسك مهاجم صريح. عارف ضربه الجزاء اللي هو تسبب فيها هو ده طريقه اللعب. هو على فكره هو جاي من تحت، مش من تحت من تحت. هو برضه ده من الموسم اللي فات نفس القصه دي برضه كان، بس كان موسيماني بقى. ما هو بقى نفس الوضع برضه، ما مش فاهم ليه. بس يعني انت بتتكلم في نقطه دلوقتي، انت لعبت كهربا وكان كويس، خد من كهربا لعبه في بدايه الماتش، وبعد ما تاخد منه اللي انت عاوزه طلعه ونزل بيرستاو لحد بس يتحرك جوه ال 18. هو دلوقتي الفرقه الكبيره دي يا جماعه مش معقوله ما بيكونش فيها مهاجم صريح. يعني فرقه الاهلي والزمالك، اما انت عندك الاطراف الملعب ما بيعملوش الكرات العرضيه الا اذا كان في حد بيقدر يلعب كرات عرضيه، اشتغل معاه ضربات الراس. هو ده نادي الزمالك برده ما فيش كلام ده خالص. نفس الوضع اللي موجود هنا، موجود هنا عندك قصور هجوميه وهنا عندك قصور هجوميه. مين اللي بيجيب الاجوان في النادي الاهلي؟ الناس اللي بتبقى جايه من تحت، حسين الشحات وعبد الهادي. الناس اللي جايه من تحت، الناس اللي جايه من تحت، لكن مش ما فيش مهاجم صريح. وبعدين انت في ماتشات معينه لازم تحتاج راس حربه، راس حربه اساسي تقدر تلعب كور بالعرض. زمالك لعبوا 2-3 فرقوا بالظبط، بيلعب 4-4-2 مثلا. يعني 2 راس حربه بعدين انت واخد الثقه برضو، انت مش زارع الثقه في المهاجمين اللي عندك من كتر ما انت مش واثق فيهم وما بتديلهمش حتى. يعني في وقت من الاوقات لما بكون واثق في كريم بلعبه وبيوصل بس بيضيع، بلعبه تاني يوصل بيضيع لغايه ما يبقى كويس. هو ما دام بيحس ان في ثقه من المدرب فيه هيقدر يعمل كده. لكن انت اول ما حد بيبقى مش كويس بره، فانت ما بقاش عندك دلوقتي مهاجم، ما فيش عندك مهاجم عنده ثقه في نفسه انه ممكن يكسبك ماتش. الفرص اللي بتضيع من مهاجمين النادي الاهلي ونادي الزمالك غريبه جدا. انت في فرق، يعني في لعيبه محترمه جدا في الدوريات الممتاز به احسن من اللي بيلعبوا في الممتاز الف. والله بجد ده حقيقي صح، بس ما فيش حد بيروح يختار صح. انت محتاج فرقه، يعني في فرقه النادي الاهلي محتاج مهاجم ومحتاج ناس تشتغل من تحت. كابتن انا دلوقتي مش هقدر اشتري مهاجم ان خلاص القيد قفل، الاعب الناس اللي عندك اللي اشتغل. انت حتى لما نزلت محمد شريف نزلته برده ناحيه الشمال يعني شوط ثاني. طب ما دي غريبه برده. يعني الراجل بيلعب خلاص، انت خدته بس هو لاعب كهربا مهاجم. طيب ما هو ما هي اللخبطه دي برضو، وانت بتلخبط في وقت كل ماتش بمركز مختلف، وقت انت عايز تكسب. انت عايز تكسب. وعلى فكره كهربا اشتغل المركز بتاعه ناحيه الشمال. ناحيه الشمال صح. لا اقول لك كمان كان ممكن تعكس شريف يبقى فرود وكهربا ناحيه الشمال. وخد قد بالك برضو في الوقت ده مع احترامي الكامل لاحمد عبد القادر، هو قليل جدا في الماتشين اللي فاتوا، قليل جدا. واحنا اتكلمنا فيها قلت لك احمد عبد القادر لعيبه كويسه جدا، لانه عامل ماتش ايه كان ريال مدريد ولا فلامينجو؟ ماشي. كان عامل ماتش جامد قوي. هو النادي الاهلي كله كان عامل، ولا في ماتش اوكلاند كان في عامل ماتشين جامدين قوي في كاس العالم. بس انا عايز اقول حاجه برضه كريمه، لسه كنت هتكلم يمكن اشرف سبقني فيها. علامه استفهام مع احمد، انا مش معقوله هلعب نص ساعه في ماتش واقعد ماتشين ثلاثه ما العبش. وبعدين انا مش في كل كوره عايز ارقص اعمل كده واعمل كده واعمل كده، مش مع اي حد لازم الكوره تمشي. ايوه واخد بالك. وبعدين هو مش عشان مش اشول، فدايما بيحب يقطم على جوه عشان يقدر يلعب ال 1 2 مثلا او كده. في احيانا لازم الطرف ده يلعب الكوره يشتغل مره واحده بالظبط على طول واحده، عشان دي بتبقى تعمل دربكه للديفنس قبل ما يقفوا صح. فانت احمد يعني انا الماتشات دي مش مستحمله. انا عندي كمان ملحوظه النهارده على ديانج، مس باس كتير قوي. دي مشكله، هو طول عمره كده. دي مشكله، يعني دي مشكله كبيره. لان انت برضو احيانا لما بتبقى مهاجم وكرة تقطع منك في وسط الملعب مع فرقه زي دي، لا بتتسبب خطر، وعملت اكتر من هجمه خطر على النادي الاهلي من الباصات الغلط. الراجل الناس واخده فكره عن الراجل الديفندر ده ان هو بس مجهود، بيقطع بس. ما ينفعش. لا ما
ما ينفعش. مروان اشتغل كويس النهارده، مروان يعني مروان عاطي، بس برضه خد بالك، بس برضه قعد حمدي فتحي برضه، مع ان حمدي ماشي كويس هو عشان يلعب ديانج، هو عشان يلعب ديانج. اشمعنى؟ هو بيلعب هو حاسس ان ديانج مجهوده اكتر من كده، عنده قوه بدنيه. وحمدي ما هو مروان ماشي كويس، ما انت ما ينفعش برضه لما يكون عندك حد كويس ما ينفعش تقعده. ايوه، لكن انا لو انت عايز تستفيد من حمدي فتحي، وحمدي فتحي بيشتغل 8 كويس وبيزيد من تحت، فانت لازم تستفيد من النهارده. برضه عمل حاجه غريبه جدا في الملعب، موضوع ضربة الجزاء. انت عندك واحد بيشوط على طول، قفشة ولا مين؟ ولا علي معلول؟ علي معلول. علي وقفشة بيشوطوا الاثنين. يعني انت جبت هاني، ايه السبب؟ حمل هاني دي كانت غريبة جدا جدا. يعني هل علي معلول هو اللي قال لا مش عايز اشوط؟ ولا معرفش بقى التفاصيل جوه الملعب الاثنين. طب في حسين الشحات بيشوط على فكرة برضه، انما انت جبت هاني من حتة حتى وهو يعني لما شاط ضربة الجزاء تحس ان واحد ما بيشوطش، يعني باين يعني هو حتى قال في المؤتمر، بيقولوا لي دلوقتي قال في المؤتمر ان محمد هاني في التمرين نسبه مش شرط على تسديد ضربات الجزاء 100%، مش شرط ان انا في اخر تمرينين مثلا عشان بلعب ضربات الجزاء ان انا احط واحد في اساسا. الناس في الفرقه بيبقى الترتيب معروف على مدار بالزبط. يعني معلول ضيع يعني ورا بعض مرتين، في حسين الشحات بيشوط، انما فهو مش عايز يعني بيقول لك مش عايز يعتمد على لعيب واحد بس هو او اتنين هم اللي يشوطوا، يبقى في تنوع يعني. هي برضه خد بالك انا بتكلم على تصريحاته اللي قالها، يبقى فيها توفيق برضه. ما ممكن واحد علي معلول يخش يشوط ويضيع او قفشه يضيع، بس هي الفكره ان في انت واحد بتبقى في ثقه، عنده ثقه في تسديد ضربات الجزاء في توقيتات زي دي، كانت هتفرق كتير جدا مع النادي طبعا. انت لما كنت واحد كان هتبقى اتنين بالظبط، فانت كانت الموضوع هيبقى متصعب. طيب تعال نرسم سيناريو كده لماتشات الاهلي اللي جايه يا كابتن حشيش وكابتن اشرف. يعني الاهلي عنده القطن لازم يكسبه. انت كده النادي الاهلي المشكله ان هو يعني من اول مباراه صعبها على نفسه، فقلنا هيبقى في تعويض النهارده انه لازم يكسب على ارضه. فانت كده مطالب ان انت برضو تكسب الماتشات اللي جايه، وبعدين تقعد تستنى تحت رحمه الناس التانيه، لان انت عندك الهلال ستة بونت. انت لعبت ماتش اقل منه، خلينا انت يعني ماتش السبت الجاي ده هو المباراه المؤجله، هنقول ان انت هتبقى اربعه لو تكسب القطن. الهلال انت لو ما كسبتش القطن مشكله، القطن الحصاله بتاعه المجموعه كله بيكسبها رايح جاي. هي دي اقصد ان انت بتلعب انت زودت الضغوط عليك يا اشرف. طبعا طبعا، زي الزمالك يعني كل مدى بتزود الضغوط عليك. ايوه، يعني احنا بدأنا قبل كده في البطولات اللي قبل كده برضو البدايات كانت صعبة، بس من تاني ماتش تالت ماتش بتعدل الدفة وعند رايح لسان داونز، خلي بالك بعد القط بالظبط، يعني ان شاء الله تكسب القط بأربعة هتروح لسان داونز عنده سبعة. هو لازم تكسب الهلال هنا، لازم تكسب الهلال في الاخر، لازم تكسب مليون ده مليون في المية، وتكسب القطن هناك كمان. بالظبط، يعني ماتشين القطن دول لازم مع ماتش الهلال، وتتعادل مع سان داونز بره مثلا. ما انا هقول لك انت تكسب ثلاث ماتشات انت وصلت، وتتعادل ماتش، خلي بالك برضو وتتعادل ماتش بتاع سان داونز، خلي بالك برضو انت مش عارف الهلال هيعمل ايه مع سان داونز برضو الماتش الثاني، لان سان داونز ممكن يكون خلاص عدى، فممكن يريح يعني برضو، يعني صح قاعد تحت رحمه الناس. صحيح، يعني انت هتكسب، انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده، انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده. اشكرك كابتن اشرف، الله يخليك. ومعلش بقى نتمنى ان شاء الله النتائج تتحسن بقى للزمالك والاهلي كلها، يعني فرق انتخابات بقى كلها ان شاء الله. كابتن حشيش نورتنا. شكر كريم، الله يخليك كابتن حشيش، نورت. شكر جدا، شكر جدا. نشكر طبعا كابتن اشرف ياسر وكابتن محمد حشيش، وبشكر كل المشاهدين، ونتقابل بكره على خير ان شاء الله.